اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من ملعب اون تايم. النهارده حلقه جديده، والحقيقه حلقه خاصه جدا جدا جدا، لان ضيفي النهارده واحد من اساطير الكره المصريه، واحد من اساطير الاعلام المصري. المجري كابتن مصطفى عبده هيكون معايا النهارده ضيف، وحديث طويل جدا عن النادي الاهلي وعن المنتخب وعن الدوري المصري، الكره المصريه، الاعلام المصري. اول ظهور للكابتن مصطفى عبده من سنين كتير جدا جدا، بعد غياب طويل جدا ان هو مش موجود على الشاشه. الحقيقه كان في يعني كفاح كبير جدا جدا على ظهور الكابتن مصطفى عبده، ولكن الحقيقه كل الشكر في البدايه لاسره الكابتن مصطفى، من الحقيقه بنت كابتن مصطفى هي سبب ظهوره النهارده، مع وجود طبعا ودافع كبير جدا من عدد من مسؤولي النادي الاهلي اللي بوكلهم كل الشكر وكل التحيه. ان شاء الله باذن الله النهارده تبقى حلقه عند حسن ظنكم. تابعونا النهارده على هاشتاج المجري مع سيف، وابعتوا لنا، وكابتن مصطفى هيكون معانا النهارده ان شاء الله باذن الله بعد قليل من بدايه الحلقه، لان حلقه خاصه جدا هيتكلم عنها الكابتن مصطفى، عن مشواره وتاريخه، ثم نروح لحديثه الفتره القادمه، يفكر في ايه؟ هل يعود للاعلام من جديد؟ هل يترشح لانتخابات اتحاد الكره القادمه؟ هل يكون موجود في النادي الاهلي؟ اسئله كثيره جدا. علاقته بالكابتن محمود الخطيب، والحقيقه دي اللي كانت واضحه بشكل كبير جدا الفتره الماضيه، والكابتن مصطفى كان اول ظهور ليه رغم الاحداث او الازمه اللي عدى بيها، ولكن كان فضل او ان هو اكد ان هو يكون موجود مع رفيق الطريق كابتن محمود الخطيب في الانتخابات الماضيه. واعتقد ان في احزان الكابتن مصطفى هيكون معانا صور كابتن محمود الخطيب حاضر وموجود في ازمات كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى حاضر وموجود، فاعتقد ان هما الاثنين ثنائي كبير جدا وثنائي مهم جدا، غير طبعا ان هما كانوا موجودين مع بعض في الملعب، وده اللي هننفرد بيه النهارده مع محمد نصر، محضر مشوار طويل النهارده على الشاشه واهداف كتيره جدا هتتحركوا فيها وهتتفرجوا وهتشاهدوا معانا. الحقيقه يعني مشوار طويل جدا. نروح كده في البدايه زي ما دايما متعودين على اتحاد الكره المصري وملف عوده الدوري الممتاز. ملف عوده الدوري الممتاز يقترب من الحسم. يعني ايه يقترب من الحسم؟ يعني انت بتعلنها رسمي عوده الدوري. انا لا قلت عوده الدوري ولا قلت عدم عودته، انا قلت عوده الدوري. هو قرارين مع بعض، قرار الدوله المصريه باعطاء الضوء الاخضر، ثم يتدخل وزير الشباب والرياضه جنبا الى جنب مع رئيس اتحاد الكوره الاستاذ عمرو الجنايني، مع رؤساء الانديه جنبا الى جنب. يعني ما فيش دور قبل التاني، يعني مش هطرح فكره اقول لك هو كده، لا، رؤساء الانديه مشاركين، اتحاد الكوره مشارك، وزاره الشباب والرياضه مشاركه، كل ده عشان المصلحه ترجع، غير كده انسوا. فدي الخطوات اللي احنا في انتظارها. اعتقد ان الموضوع بيقترب من الحسم. يعني ايه يقترب من الحسم؟ يعني بيقترب من الحسم او لا. لا انا بقدر اقول ولا انا بقدر اقول لا، لان انا مش شايف رؤيه. احنا اتفقنا مع بعض ان اهم حاجه هي سلامه الناس. لو النهارده الدوله المصريه شافت ان سلامه الناس تمام والمواضيع تمام والامور ماشيه على ما يرام، خلاص على بركه الله. لو الناس شايفه حاجه تانية او قصه تانية تختلف الامور بشكل كبير جدا جدا جدا. عايز بس اقول حاجه واشرح حاجه كده سريعه، نقطة مهمة جدا 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 تخص الانتخابات أو انتخابات اتحاد الكرة المصري. ناس كتيرة جدا أعلنت وناس كتيرة ستاند باي، واتكلمنا في القصة دي كتير جدا جدا جدا. أرجوكم مش عايزين يكون التقييم بما يخص اللائحة أو يخص الناس اللي موجودة أو يخص مصلحة الكرة المصرية في وجود سيف زاهر وحازم إمام أو وجود خالد لطيف أو وجود محمود الشامي أو وجود الكابتن أحمد شوبير أو وجود مهندس ثانية بوريدة أو وجود أي شخص إحنا عايزين الحاجة الأول تتحط لصالح الكورة، وبعد كده نتكلم في أي حاجة، لأن أنا اللي شايفه دلوقتي هي كلها 8 سنين هتحطها، هتبقى أنت راجل كويس ولايحة كويسة هتشيلها، سيف زاهر هيزعل منك. مش ده الموضوع، هو مش ده الموضوع. انا نفسي اشوف حاجه
لصالح الكرة المصرية فعلا، وتتحط وتكون لمصلحة الأندية وليس لمصلحة أي شخص. أهو بمنتهى الهدوء. طيب كابتن أسامة نبيه كان معانا من فترة وكان ليه تصريحات عملت الحقيقة يعني أحداث كثيرة جدا. هو الراجل عمل فيديو مبارح وقدم اعتذار وقال إن هو يعني ما كانش رايح للمنطقة دي، وإن دي المنطقة اللي هو كان بيقصدها، ولكن أنا في النهاية معيش توكيل إن أنا أتكلم باسمه. نسمع منه شخصيا. كابتن أسامة مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل مشاهديك الكرام، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى كل الشعب المصري وعلى كل الامه العربيه. كل سنه وحضرتك طيب، ويعني بتشرف دايما بوجودك معايا، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تمشي بشكل يعني هادئ. ووضح بقى الامور اللي حضرتك عايزها. الحقيقه طبعا انا يعني عايز اقدم اعتذاري الشديد وتكرار للاعتذار الشديد لجماهير نادي غزل المحله والغزل المحله إدارة ولاعيبة ومجلس إدارات سابق ومجلس إدارات حالي ومجلس إدارة الحالي وكل اللاعبين اللي سطروا اسم نادي غزل المحلة الكبير. وعايزة برضو أعتذر للشارع المحلاوي، وهو الحتة فعلا زي ما أنت قلت كده، إحنا كنا بصدد المداعبة والمداعبة راحت في اتجاه تاني خالص، لكن الحقيقة ما كانش الواحد عنده النية أو أي حاجة جواه بتدل على إن هو عنده تخاذل او تهاون. الحمد لله الواحد معروف سيرته ومعروف تربيته ومعروف سلوكه خلال المشوار اللي فات ده كله. فمره ثانيه وثالثه بقدم اعتذاري الشديد لنادي غزل المحله العريق اللي انا ساعدت وشرفت ان انا كنت واحد من 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 ارتدوا تيشيرته في يوم من الايام، واشتغلنا معاه بما يرضي الله وتعبنا وعملنا شويه شغل حلوين هناك في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه. فبدون خوض في التفاصيل، فعلا الواحد ما كانش قصده خالص 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 ان هو يوصل لمنطقه الجدال اللي حصل دي، اللي هي في الاخر انا املك من الشجاعه اني اعتذر، واملك من الجراه ان لما يكون في سوء تفاهم او في خطا اطلع اقول انا اسف. انا في يوم من الايام كنت مسؤول، وهتيجي عليا اوقات هبقى فيها برضه مسؤول. ومعنى ان انت تبقى مسؤول مش عيب خالص، مش عيب خالص ان انت لما يكون في سوء فهم او في خطا حدث او في اي شائبه، مثلا الناس عملت حاله جدليه، تطلع تقول انا اسف او بعتذر عن الحته دي. الاعتذار من شام الكبار. خني التعبير او اسات التقدير او اسات الفهم في الحته دي، او كنت قاصد حاجه وراحت في حته ثانيه خالص. ثاني وثالث ورابع بقدم اعتذاري الشديد لجماهير نادي غزل المحله والادارات المتعاقبه في نادي غزل المحله، واللاعبين زي ما قلت لك الكبار اللي في نادي غزل المحله اللي عملوا تاريخ كبير لاسم نادي غزل المحله، اللي انا زي ما قلت لك ساعدت ان انا كنت واحد منهم وعندي معاهم فتره يعني ببقى كنت سعيد فيها في الفتره اللي انا اديتها يعني. طبعا يعني في جزئيه ثانيه برضو عشان نبقى قفلنا الموضوع تماما. بعد برضو يعني جماهير الزمالك اخذت القصه ان ممكن يكون التصريح راح في حته نفوذ غير مستحق للزمالك، او كابتن ابراهيم حسن ممكن اخذ الموضوع مثلا على ان يبقى في حديث في الملعب مختلف. اعتقد ان ده برضو في سوء تفاهم. ده مداعبات، كلها في مداعبات. ياما احنا لعيبه الكوره بيبقى في بيننا مداعبات يا كابتن سيف، وفي حاجات في الملعب ملهاش علاقه باحداث الملعب. يعني حتى لو حتى في اطار الموضوع دوت، الناس جابت كل اللقطات او كل الفرص اللي اتيحت ليا، لقوني بتعامل معاها بمنتهى الجديه ومنتهى الاصرار ومنتهى الجديه في التصرف، وكل الفرص استغلتها بشكل جيد. ففي مداعبات احيانا بتحصل، لكن احنا بنبقى بعاد كل البعد، بنبقى نازلين عندنا الاصرار والعزيمه والرغبه ان احنا نطلع احسن حاجه عندنا. وفي نفس الحلقه وفي نفس الدقيقه اللي انا كنت بتكلم معاك، انا قلت لك انا جايب جون في الزمالك وانا بلعب في الترسانه، والزمالك خرج من كاس مصر. بس الناس ساعات بتاخد الحاجات تفسرها تاني وتالت ورابع. بنمتلك من الشجاعة، بنمتلك من الشجاعة، ويا ما عدى علينا من المواقف الصعبة، ويا ما عدى علينا من الضغط النفسي في الفترات اللي فاتت دي يا كابتن سيف، وبنمتلك القدرة والشجاعة ان احنا نطلع نقول هنا في خطأ، احنا اسفين عن الخطأ وبنعتذر عن الخطأ. لكن بعد كده خلاص انت يعني قدمت كل اللي موجود عندك من خلال اعتذارك الشديد مره ثانيه وثالثه ومليون. هو نادي الزمالك مش يعني مش طرف حتى في حديثك يا كابتن. لا لا خالص، لا خالص. نادي الزمالك نادي الزمالك ملوش علاقه بالموضوع خالص. ده كان حوار، ده كان حوار
على سبيل الدعابه، لكن قلبت بشكل ثاني خالص. وبالتالي 100 مره ومليون مره نقول ان احنا لما نغلط لازم ان احنا نعتذر. يعني اعتقد يا كابتن يعني اعتذار حضرتك من شامل كبار، وان شاء الله باذن الله الناس في المحله جمهور المحله يتقبلوا الامور وتمشي الامور ان شاء الله باذن الله بشكل هادئ. يا كابتن سيف انا عايز اقول لك على حاجه، طول ما احنا بنشتغل وطول ما احنا بنعمل في العمل العام هيبقى لينا اخطاء وهيبقى لينا حاجات طبيعي. يعني مش عمرنا ما هنقف، بس انت عارف الخطا عشان خطا مش متوقع من شخص مثلا المفروض ان هو بيقال عنه ان هو من المتزنين، فزي ما قلت لك كان عايز اخد الموضوع في اتجاه راح في اتجاه تاني خالص. مليون مره وبناكد، وقلت لك مليون مره ناكد ان احنا بنعتذر عن اي سوء خطا او اي سوء فهم حصل في الفتره في البرنامج. يعني ان شاء الله باذن الله تمشي الامور. نتمنى ان جماهير نادي غزل المحله ولاعيبه نادي غزل المحله السابقين والحاليين واداره نادي غزل المحله والشارع المحلاوي كله، انا عايز اقول لك ان انا اصلا عندي عيله هناك، عندي عائلات هناك، عمامي وعماتي عايشين هناك. طب كويس، انت منهم يعني. فبتمنى ان الشارع المحلاوي كله زي ما قلت لك ومجلس اداره ولاعيبه بسطروا اسم النادي غزل المحله يتقبلوا اعتذارنا الشديد مره ثانيه وثالثه ورابعه. بنعتذر لهم وبنأسف لهم بشده يعني. يا رب ان شاء الله الامور ان شاء الله اللي جاي اهدى والامور تمشي بالف خير. بشكرك كابتن اسامه. شكرا لك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أسامة نبيه المدرب السابق للمنتخب الوطني. اكيد يعني بعد حديث الراجل خلاص هو قال ان هو يعني قال حاجة غير مقصودة. طبعا يعني الشارع المحلاوي او جمهور المحلة او جمهور الزمالك اي خطأ في اي حاجة حقهم في النهاية فوق راسنا. اكد برضو كابتن أسامة ان نادي الزمالك ما كانش في الحديث معاه، يعني ان ما تقللش من الناس اخذتها برضو ان فوز الزمالك ان هو لولا اسامه كان يعني مش عايز يحط جوان فالزمالك. لا تاكيد الزمالك كسب فوز مستحق ونادي الزمالك كان كبير واسم كبير، واعتقد الراجل اعتذر للكل. وانا الحقيقه كان عندي يعني اتصال الصبح بالاستاذ حسام عزه نائب رئيس نادي غزل المحله، وانا اتكلمت معاه وبلغته اعتذارنا ويعني قلت له جمهور المحلة كله فوق دماغنا، لأن حتى لو سوء التفاهم إحنا مش طرف فيه، ولكن حصل في برنامج عندي من قامة مثلا كبيرة زي الكابتن أسامة، يعني إحنا مش شخصيتنا إن إحنا يكون في حد زعلان ولا جمهور متضايق ولا أي حاجة خالص. واتكلمت معاه إن يبقى في اعتذار رسمي لمجلس الإدارة، وانا بالنسبه لي حد غيري كان خلاص عمل الترند وعمل القصه والموضوع انا ما سالتش فيه. يعني كابتن اسامه قاله كده وخلاص، ولكن لا لازم نقرب وجهات النظر ولازم نهدي الدنيا، وده طبيعتنا. ان شاء الله باذن الله هيكون في مبادره مع مجلس اداره نادي غزل المحله في هذا الشان، واحنا بادرنا وكلمنا حسام بيه وقلنا له، وهو الراجل وعدني ان هو هيتناقش مع مجلس ادارته، وان شاء الله باذن الله يبقى معانا قريبا وتنتهي الأزمة على خير. أعتقد يعني باعتذار الكابتن أسامة نبيه إن شاء الله بإذن الله الشارع المحلاوي وإدارة المحلة ولعيبة المحلة تتقبل الاعتذار وتمشي الأمور بشكل هادئ، وكل سنة وأنتم طيبين، في الآخر رمضان كريم. سام مرسي واحد من لاعبي المنتخب الوطني، واحد من اللي كانوا موجودين فترة كبيرة جدا مع المنتخب الوطني، موجود في الدوري الإنجليزي. نروح نشوف الجديد عنده. سام مساء الخير. اهلا وسهلا واشكرك على استضافتي. يعني في الاول طمني عليك وطمنا على الكورونا وطمنا على الوضع عندك واخبار الدوري الانجليزي وعودته. أنا بخير أشكرك كثيرا، وأنا مستمتع بوقتي مع العائلة، وأيضا أتمرن بشكل طيب جيد جدا في المنزل. وكما تعلم أن الكورونا هذا الوباء الذي لا يعلم أحد متى سينتهي، ولكن لابد أن أتدرب في المنزل وفي الحديقة، وأيضا لابد أن أكون على استعداد عندما يتم تقرير عودة الدوري. طمني إن شاء الله بإذن الله، يعني في حالة عودة الدوري ممكن تبقى جاهز في قد إيه كوقت؟ لو أنت أوريدي بتتمرن دلوقتي في البيت، وأنا عارف يعني تمرين البيت ده ملوش علاقة برضه بتمرين الملعب قوي.
أعتقد على الأقل 6 أسابيع للاستعداد حتى أعود إلى نفس فورمة المباريات وأستطيع أن أكون كما كنت قبل هذا التوقف. وأعتقد أن هذا وقت طويل نحتاجه لأننا متوقفين منذ أكثر من 10 أسابيع، وهذا وقت أكثر طولا. لابد أن نكون جاهزين نفسيا وبدنيا، وهذا على مستوى البريمير ليج الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي والشامبينشيب دوري البه، وأيضا نكون جاهزين لكل شيء في مجال كرة القدم. يعني ما يخص شوية المنتخب الوطني، وكنت موجود مع المنتخب الوطني في الماضي، هل الفترة الأخيرة حد بيتابع معاك، حد اتصل بيك أو بتابع أدائك مع المنتخب أو أدائك من جهاز المنتخب الأول؟ لا، لم يحدث هذا على المستوى الشخصي، لم أتلقى أي تواصل. هل انضمامك للمنتخب ده كان من أهدافك الفترة الماضية أو من الهدف اللي كنت بتسعى له؟ بالتأكيد هو هدف هام بالنسبة لي أن أعود إلى الفريق الوطني المصري، وأنا أعتقد أنه لا يوجد لاعب خط وسط في نفس الإمكانيات التي أتمتع بها في مصر حاليا، وأنا على استعداد للعودة في أي وقت. هل عرض عليك عروض في الدوري المصري، وهل ليك رغبة أن أنت تكون موجود في يوم من الأيام في الدوري المصري؟ نعم، في مرحلة ما سيحدث هذا، ولكن في الوقت الحالي أنا ألعب في الدوري الإنجليزي، ولم لا؟ شايف إزاي أنت، هل أنت متابع للمنتخب الوطني الفترة الأخيرة؟ ولو متابع شايف أدائهم إزاي مع الكابتن حسام البدري؟ نعم، أنا أتابع الفريق لأنه فريق جيد جدا وبه أفراد رائعين ومدير فني رائع، وللأسف لم تتح لي فرصة الانضمام إليهم، ولكن بالتأكيد أنا أتابع وأحب أن أكون موجود كوني مصري، أحب أن أشارك مع الفريق الوطني. هل حاسس أن أنت أخذت فرصة مع المنتخب الوطني، ولا ما أخذتش فرصة حقيقية اللي أنت بتتمناها؟ لا أعتقد أنني أخذت فرصتي بالكامل مع الفريق الوطني، ولأن لم أظهر كل إمكانياتي، ولا أعلم متى ستتاح لي الفرصة مرة أخرى، ولكنني أعتقد وأعرف أنني بالكفاءة التي تؤهلني للعب في منتخب بلادي. رأيك في أداء هكتور كوبر المدير الفني المنتخب في هذا الوقت؟ على المستوى الشخصي كنت أحب هكتور كوبر، وأرى أنه كان من المدربين الذين يحبون اللاعبين وينتمون إليهم، وفي بعض الأحيان كنا نشعر كأنه أخ أكبر، وربما بعد كأس العالم كان خير مثال على تواجده معنا، ولكن كان يختار لاعبين محددين، وأنا بالتأكيد أحببت العمل معه والتدريب معه خاصة في كأس العالم. شايف ازاي مشوار صلاح في الدوري الانجليزي، وشايف ان في عروض جايه لصلاح من الدوري الاسباني، هل افضله الانتقال للدوري الاسباني ولا الاستمرار مع ليفربول؟ اعتقد ان اداء صلاح اداء استثنائي، و
يلعب بشكل رائع جدا وفاز مع ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه عليه أن يستمر في ليفربول، ولكن الأمر كله يعود إلى صلاح، لأنني أعرف أنه شخص طموح ويحب دائما أن يكون متواجد في الفريق، ربما بعد فترة ما في ليفربول. أعتقد مع أدائه في ليفربول هو يؤدي بشكل طيب واستثنائي كما قلت، ولكن لا أعرف ما هي أحلامه، إذا كان من ضمن أحلامه أن ينضم إلى برشلونة، ولكن كما قلت هو مع ليفربول، وليفربول فريق كبير جدا. كلمة أخيرة تقول إيه للكابتن حسام البدري؟ أتمنى أن يتصل بي المدير الفني ويعطيني الفرصة لكي أكون موجود مع الفريق الوطني مرة أخرى وأؤدي واجبي معهم، وأن أكون جزء منهم عندما يتأهلون إلى كأس العالم المقبلة. وتقول إيه للجمهور المصري؟ دائما أتوجه بالشكر للجمهور المصري وأشكركم على دعمكم الدائم لي، وأنا دائما أحب أن أسعد المصريين بالأداء الجيد، وأشكرهم مرة أخرى على استمرار دعمهم لي، وهدفي الأول بالنسبة لي هو باللعب مع المنتخب المصري، هو أن أسعد المنتخب المصري، وهو أمل أسعى إليه في القريب العاجل إن شاء الله. في فترة انضمامك مين أقرب لاعب ليك كان في المنتخب الوطني؟ حسن كوكا حسن العديد من اللاعبين في الحقيقة كانوا قريبين مني جدا، الوينش كان قريبا مني على سبيل المثال، وكلهم كانوا ذوي سمات شخصية جميلة جدا، وأنا ممتن لأنني لعبت مع هذه المجموعة الرائعة، لأنهم أشخاص جيدة جدا ورائعة جدا، وكانوا مركزين جدا أثناء البطولة. بشكرك شكرا جزيلا. ورامي ربيعة أيضا لا يمكن أن أنساه أبدا، وكان يساعدني كثيرا، وكلهم كانوا واقفون بجانبي أثناء وجودي في المنتخب الوطني. بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله قريبا نشوفك في مصر، وإن شاء الله تنضم الفترة القادمة للمنتخب الوطني. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا سام مرسي، واحد من لاعبي المنتخب الوطني السابقين الفترة الماضية، واحد من المحترفين في الدوري الإنجليزي، والحقيقة تصريحات مهمة جدا، وبشكر أستاذ محمد فؤاد طبعا على الترجمة الرائعة، وصرح الحقيقة تصريحات مهمة جدا، أسعد فترات حياته وجوده مع المنتخب الوطني، أخذ فرصته ولكن ليست كاملة في عهد هيكتور كوبر، يتمتع بعلاقة طيبة مع هيكتور كوبر ويكن له كل احترام. حسن ده أحمد حسن كوكا، يعني هو ده الأقرب لي، ورامي ربيعة و الونش. ده أمامنا انفراد جلسة حاسمة عبر الفيديو كونفرنس تجمع الجنايني وقيادات الفيفا. الموضوع ده عشان يعني ايه نخلصه، عشان الناس فاهمة ان هو في صراع، وابتدى الحديث بقى ان تعليمات من هناك وتعليمات من هنا، ولا يجوز ان احنا ناخد تعليمات من حد، احنا بالصلاة على النبي كفاءة قوي. يعني أنا والله الحاجات دي ابتدت تضحكني يا جماعة. كل اتحاد يتبع اتحاده الدولي، بتجمعنا لوائح ونظم، إما الأمور بتتأزم بنستدعي
الناس بتوعنا اللي بره، وبيخش المهندس هشام حطب، وبيخش وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وشفناه المشهد ده 75 مره في الرياضه المصريه، واحنا بنعمل القانون واحنا بنعدل اللائحه واحنا بناخر القانون، والكابتن الدكتور حسن مصطفى موجود هنا في اللجنه الثلاثيه. كل الكلام ده شفناه. فلا في حد بيفرض وصايته من بره ولا حد بيفرض وصايته من جوه. يا جماعه خلونا متعلمين، خلونا عارفين ان في حاجه اسمها اتحاد دولي يحط في الاخر قواعد ولوائحه، ولا بد انها تتماشى مع القانون المصري. الاستاذ عمرو الجنايني هيناقشهم بما يخص القانون وبما يخص بنود اللائحه. دخل المهندس هشام حطب في القصه، المهندس هاني ابو ريه دلوقتي داخل في الجيم بيتناقشوا معاه، الدكتور اشرف صبحي داخل في الجيم، هيخلصوا اللائحه هيعرضوها على الجمعيه العموميه. بند السنه او الاربع سنين، الوزاره واللجنه متمسكه ببند السنه، واعتقد ان ده بقى اقرب للتنفيذ. بند السنه الانتخابات لمده سنه بقى اقرب للتنفيذ. الكلام اللي بقوله لكم هو الكلام بفضل الله يعني، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، هو الخلاصه. يعني ايه؟ يعني سيبكم من الحاجات البلدي، سيبكم من الحاجات حدش يفرض وصايته، احنا جامدين قوي، احنا بالصلاه على النبي تمام. الكلام ده هزار. هشام حطب جراح لوائح، جراح تعامل في اللوائح. اشرف صبحي راجل نفسه هادي يعرف يتعامل. دكتور حسن مصطفى، المهندس هاني ابو ريده، كل الناس اللي موجوده. في النهايه مفيش لائحه هتتعمل غير ما الدوله تكون مديه طق سق الضمان. كل الخناقه اللي احنا بنقعد نتكلم فيها دي مفيش خلاف اصلا مع الناس، يعني مقضيه، احنا بس عمالين ناخد كل يوم كلمتين ونعيش بيهم، ثلاث كلمات ونعيش بيهم. اي اتحاد يتبع اتحاده الدولي، اي لجنه اولمبيه مصريه تتبع اللجنه الاولمبيه الدوليه. عايزين نعيش احنا هنا كده مع نفسنا بالصلاه على النبي ونقعد نقول اي كلام؟ احنا بنهزر. في النهايه اي حاجه بره ده سيستم، لان احنا من المنظومه العالميه في الرياضه، كل حاجه على عيننا وعلى راسنا الا ما يختلف مع القانون المصري. هنا الرجاله بتخش على طول في دقيقه والناس بتتفاهم جدا، وشفنا المشهد ده 45 مره. والهيئات الدوليه بره مأكده ان احتراما وسياده كل دوله وقانونها. يعني الدنيا بسيطه وسهله، لا في حد فارض ولا قصه ولا موضوع. وعلى فكره احنا تعاملاتنا في ملف الرياضه الدوليه ياخد العلامه الكامله. في الزمن اللي احنا فيه، في التوقيت اللي احنا فيه ده، تعاملاتنا مع السياسه الدوليه، وبقالنا على فكره فتره، مش بتكلم بس في فتره اشرف صبحي ماشي في الملف ده بشكل اكتر من رائع، ومع هشام حطب، وهشام حطب كان كمان قبل الدكتور اشرف قبل ما يجي، وكان الملف برضه ماشي بشكل جيد. في فترات تانيه بقى اي حد يجي يقول لك اصل انا وهعمل ومفيش بره ومفيش جوه، ده بيبقى بيقول افيه، بيقول نكته بتاع طنشه يعني، ما تسمعوش. في الاخر احنا ماشيين في الطريق الصح، الامور بتتعمل بشكل جيد، لا في حاجه اسمها حد فرض علينا من بره، ولا حد يجي يقول لنا اعمله ولا ما تعملوش. في الاخر قول زي ما تقول، الجمعيه العموميه مش هتوافق خلاص. موضوع السنه والاربع سنين ده الحاجه الوحيده اللي فيها قانون دوله ولوائح، واي حد يطعن تبوظ الانتخابات وانس ان هيفهمه الاتحاد الدولي كده، خلصت خلاص، سهله. شفتوا سهله اهي، لا فردتها ولا رحت ولا جيت. خلصنا كل اخبارنا، حلقة خاصة جدا جدا جدا، واستقبال إن شاء الله بإذن الله خاص جدا 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 للمجري الكابتن مصطفى عبده. استنونا بعد ثواني إن شاء الله بإذن الله في لقاء من العيار الثقيل. وأول حاجة أفتح بيها النهاردة هو رأي جمهور مصر في الكابتن مصطفى عبده، ثم فاصل، وبعد الفاصل الكابتن مصطفى عبده وأسئلة وإجابات خاصة جدا بعد الفاصل. كان افضل لاعب وينج واسرع لاعب وينج في مصر والمستوى ده، وفي النادي الاهلي بصفه خاصه، ولاعب خلوق ومحترم ومن زمن الجيل الجميل عظماء الكره المصريه، احد اساطير النادي الاهلي. برغم ان راجل زملكاوي لكن بحترم الكابتن مصطفى عبده، لاعب تاريخي في النادي الاهلي. كابتن مصر مجري الكره المصريه مصطفى عبده، تاريخ كبير مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. مصطفى عبده طبعا ده تاريخ معروف، جناح سريع الاهلي، حصل كل البطولات اللي لعب فيها كابتن مصطفى عبده. كابتن
كابتن مصطفى عبده طبعا من الكباتن المصريين، كابتن مصر ولقب بالمجر لانه كان اسرع لاعب طبعا في نادي الاهلي ومنتخب مصر. الجيل اللي شفتك هو بيلعب جناح يمين النادي الاهلي، وكان معك صفد عبد الحليم، طاهر الشيخ، احمد عبد الحليم، كابتن زيزو، كابتن خطيب. لو احنا شباب او صغيرين كده كنا دايما بالذات نستنى الماتش بتاع الاهلي عشان خاطر مصطفى عبده المجري بتاع الاهلي وكابتن محمود الخطيب. طبعا كانوا الاثنين بالنسبه لنا كانوا بيعملوا لنا جو كده في الماتش، كان في دوينتو في كل حاجه، بس مش في كوره بس، ولا ده في الكلام وفي العين، كانوا بيفهموا بعض من نظرات العين. رؤيته طبعا معروفه الكابتن محمود الخطيب، كان دوينتو جامد قوي. الحمد لله على السلامة كابتن مصطفى، وبنشكر كابتن سيف ان هو جاب لنا حاجة جميلة من الزمن الجميل. كابتن مصطفى عبد احسن جناح ايمن في مصر، احسن واحد يرفع الكوره وبيجري. وحشينا كابتن مصطفى. مصطفى عبد الجيل الذهبي للنادي الاهلي، واحلى دويتو مع محمود الخطيب. مصطفى عبده واحد من أساطير القلعة الحمراء، قدم مستويات مميزة خلال مسيرته مع الأهلي ومنتخب مصر، وترجم مشواره بالفوز بالعديد من البطولات والألقاب، وكان شريكا أساسيا في ألقاب الأهلي الإفريقية في مرحلة الثمانينات بجانب تواجده في فريق التلمذة الذي سيطر على الألقاب المحلية في مرحلة السبعينات. مصطفى عبده بدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 1972 حتى اعتزاله عام 1987. مصطفى عبده شكل ثنائي مميز مع محمود الخطيب الذي يعد الأقوى في تاريخ القلعة الحمراء، خاصة مع الإمكانيات والقدرات التي امتاز بها المجري من خلال سرعته وانطلاقاته التي جعلته عنصرا أساسيا في تشكيلة جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي ومنتخب مصر خلال مرحلتي السبعينات والثمانينات. مصطفى عبده بالعظمة، يلا هوبا الخطيب. المجري لم يبتعد عن الساحرة المستديرة بعد الاعتزال، واتجه سريعا للعمل في الإعلام بجانب عمله في التدريب لمرحلة مؤقتة مع الدكتور محمود سعد خلال جيل الفراعنة الذي شارك في أولمبياد برشلونة 92. في النهاية مصطفى عبده تاريخ طويل من الألقاب والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر يعود للظهور الإعلامي من جديد بعد طول غياب، ليتناول العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم جماهير الكرة المصرية. الإيطالي شاشي جوليو وكمان لعبة حلوة. شوطة حلوة مصطفى عبده، يجيب الثالث هو الثالث. بقول لك أول لعبة يلعبها شطة، يلعبها مصطفى عبده. قلت لك أنا نقطتين، مصطفى ثالث، مصطفى هيجيب الثالث. حلوة وعالي الوي، دخل جوه جول. لفت الكورة حلوة موزة وخدعت عادل عبد المنعم. عبد الصادق على احمد رجب، يرجع احمد صفا عبده. جول النادي الاهلي، جول الفوز، 1-0. صفا عبده بيعدي وبيمشي وبيجيب الجول الاول. 1-0، يمكن اغلى جول. صفا عبده بيجيب جول النادي الاهلي في وقت قاتل من المباراه. 1-0. علاء ميوب، مصطفى عبده، الشوط من بعيد، حلوة، يا سلام، يا سلام.
برافو يا مصطفى، لمح الجول وهو برا، صلاح حطتها لب مفويه، الجول اهو لمح لشبيب، الجول برا لب مفويه ما يلحقهاش وتعدي وتصب في الجول. حلوه 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 يا سلام. على الارض لعباس يلعبها للخطيب، الخطيب ماشي بيجمع هشام، لم كورة الخطيب ولعبها عالية لمصطفى عبده، بيلعبها بالمرمى، الجول الثاني للنادي الاهلي بعد 20 دقيقة. اللاعب أكثر من 10 ياردات وحلوة، مصطفى عبده لسه جول، لسه جول، جول، الجول الأولاني للنادي الأهلي. قبل فتوح وتتقطع من السويسي، إنما الخطيب اللي راجع عند خط النص بيرقص ومعاه اشرف بيلعب ثرو باس لمصطفى، ومصطفى منفرد وجاي يرقص وتقبل فيها الطيش، هذا جول، جول جوه، الجول الجول الثاني خالد جاب الله. ربيع ياسين، يلا يا ربيع. ليه بس اللي بتعمله؟ يرفع كرة عالية مصطفى عبده، حط الجول الثاني مصطفى. كل مرحلة في حياتك في الإعلام هي مرحلة مهمة، كل سبق بتعمله وكل خطة بتعملها بتبقى حاجة مهمة جدا في حياتك، ولكن يبقى دايما عندك أحلام، في أساطير دايما تحب أن أنت تقعد معاهم، تحب أن أنت تستضيفهم، تحب أن أنت تقعد تسمع منهم أكتر من أن أنت تسألهم. مصطفى عبده أكيد بلا شك واحد منهم، أصعب الحقيقة ضيف اشتغلت عليه شهور كتير جدا جدا جدا، فوضت كل تقريبا مسؤولي النادي الأهلي مع عدد كبير جدا من الصحفيين، ولكن في النهاية لقيت المفتاح في البيت منا عبده. الحقيقة هي اللي كان ليها دور كبير جدا إن واحد من أساطير الكرة المصرية يبقى موجود ضيف معايا النهاردة. كابتن مصطفى مشرفتي ومنورت. ازيك يا سيف؟ ازي حضرتك؟ كل سنة طيب. وحشتني. كل سنة السادة المشاهدين بخير وطيبين، ورمضان كريم، وإن شاء الله ربنا يبعد عننا الغمة والوباء والبلاء. وأنا سعيد جدا أنا معاك النهاردة يا سيف، أنت بتطلعني من الحاجات اللي أنا كنت فيها. ده شرف لي يا كابتن، وبشكر حضرتك على الموافقة على الاستضافة، وأنا عارف أن حضرتك كنت أخد قرار بقالك فترة بالابتعاد، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا في زور حضرتك. الحمد لله، الحمد لله. كابتن مصطفى عبده فين؟ بص يا سيف، أنا بالنسبة لي، ولا أعوذ بالله من كلمة أنا كنت واخد قرار إن أنا أبعد، والناس قالت لك هو مصطفى عبده بعد ليه؟ أنا بعدت عشان أبعت رسالة للجماهير أو للناس، مش مصطفى عبده، سوري، مع احترامي لكل الأخوة اللي هم شغالين في الإعلام الرياضي، إن مش مصطفى عبده اللي هيطلع ويتكلم في أي حاجة زي اللي موجودين على الساحة. فبعدت، خدت فترة بعدت فيها. يمكن أنا خسرت حاجات كثيرة جدا، إنما كسبت كسبت الناس واحترامي، احترام الناس ليا واحترام ادبي، وده اللي كان يهمني في الاول. انما ما كنتش اقدر امشي في الـ في الـ في, الـ في اللاين اللي هم معظم البرامج اللي كانت موجوده قبل كده، بقول معظم عشان برضو الناس ما تفتكرش كلامي غلط. فعشان كده انا كنت بتابع، تابعت كل حاجه. فالفتره اللي فاتت دي كنت بتفرج من بعيد، وكنت عاوز ابعت رساله للناس، للجماهير، ومتهيألي الرسالة وصلت، لأن كل ما بمشي في كل حتة أنت فين أنت فين، قلت لهم ربنا سهل، قريب قوي قريب قوي. إنما أنا ما بعدش عن المجال الإعلامي أبدا، ولا المجال الإعلامي الرياضي بمعنى أصح يعني. فأنا فضلت موجود فيه وبتابع، قلت استنى بس لحد ما الجو يتصلح شوية اللي موجود. دي كانت البداية في اللي هي اللي أنا كنت بعيد شوية. الحاجة التانية إن أنا كنت جالي كده الحمد لله وعكة صحية كانت كبيرة شوية، والحمد لله قمت بينها على خير وربنا عفاني منها. وقفت معايا الله يرحمها مراتي، هي وبنات الاثنين منها ومنار، وقفوا معايا وقفة كبيرة قوي، وبدأت أفوق. كان قدامي قناتين، وكانت مراتي الله يرحمها كنت بستشيرها في كل كبيرة وكل صغيرة. فلما يعني كانت قريبة جدا من الوسط الرياضي كله قوي قوي،
الله يرحمه يا حسين، ودي هتكلم عليها. فبدأت أبدأ أزبط كل حاجة وجاي عشان أرجع. حصل الوفاة لمراتي الله يرحمها، اللي هي طبعا شريكة حياتي وعمري كله، وربنا يعوض علينا، ربنا يعوض علينا. فلقيت الدنيا زي اسودت قدامي، دي حقيقة يعني. وربنا صدمة كبيرة كابتن. طبعا، بس أنا احتسبتها عند ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله. يمكن الواحد عنده أهو جزء من الإيمان، بحاول أن أنا أتقرب من ربنا أكتر وأكتر وأكتر، وقلت يا رب صبرني على أنا فيه. فضلت فترة طويلة جدا أنا بعيد عن ودي طبعا الصور دي منا ومنار وحسن جزء منا. فضلت فترة طويلة جدا بعيد، وأنا حسيت أن الدنيا بقول لك يا سيف اسودت في وشي، خلاص مش عايز أعمل أي حاجة. لحد ما البنات منا ومنار ربنا يخليهم لي يا رب، بدأوا يخرجوني سنة سنة من اللي أنا فيه. دي صورة بتاعت منا ومنار في ماتش اعتزالي، كان لسه البنات صغيرين طبعا. أنا وهم لما ربيتهم الله يرحمها مراتي، أنا ما كنتش أعرف حاجة عنهم، لأن هي اللي كانت مسؤولة عن كل كبيرة وكل صغيرة. فدي كانت منا ومنار ربنا يخليهم لي يا رب. فبدأت سيف بقول لك ما كانش لي نفسي لأي حاجة خالص، مش عاوز أبص لأي حاجة ولا عاوز أعمل حاجة، لحد ما البنات جم قعدوا معايا وقالوا لي إحنا لازم تخرج من اللي أنت فيه. قلت لهم أخرج، أنا مش عاوز أشتغل تاني ولا حاجة. لا خلاص، هي الدنيا كده، وهلا الله يرحمها أسست لك كل حاجة، ما عليك اللي أنت بقى خلاص بقى لازم تطلع للحياة، لأن هي كانت حابة إن أنت تبقى موجود في وسط الناس زي ما كنت موجود قبل كده. فبدأت يخرجوني سنة سنة، بدأ أسافر معهم برا، مرة في باريس، مرة أطلع مع جماعة أصحابي إيطاليا في ميلانو، وقعدنا أهو سنة 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 كده لحد ما الواحد طلع. الحملة دي الصورة دي بتاعت كنا في سويسرا أنا ومدحت طلعت، ومدحت طلعت ده صديق عزيز علي أو يعتبر أخويا بالناس اللي وقفت معايا كويس يعني، وده نصير ده صاحبنا مصري أنتمنا أنا ومدحت، وعايش هو في إيطاليا. فكنا بدأت هما اللي خرجوني من اللي أنا كنت فيه الحمد لله لحد ما خرجت. وكل ده طبعا عامل ألين ديلون، ها فبدأوا يخرجوني مش عامل سنة. انت كده فعلا يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. فبدأت أخرج سنة سنة سنة، بدأت بقى قلت لازم الأول أعيد حساباتي وأرسم حياتي مع بناتي ومع أحفادي. عندي عمر 3 سنين، وعندي كارلا داخلة على 2 سنين، ودول بقوا حياتي خلاص يعني. دول اللي أنا بقوا هم دول كل حياتي. ده عمر ده 3 سنين، وعلى فكرة هيطلع لعيب كرة كويس. مهمنة قالت لي ولابس ريال مدريد. بس انا كنت عاوز البسه فنانة النادي الاهلي عشان ما يغيرش. هيلبس يا كابتن. هيلعب فين يعني. فالحمد لله ربنا يخليهم لنا. وبدأت اهو لحد ما انا لقيت فيه بصيص من النور من بعيد قوي، ان المجال الرياضي والاعلام الرياضي بدأ يتصلح او هيبدأ يتصلح، لان الدولة بدأت تحط إيديها على كل حاجة دلوقتي، وده اللي احنا نتمناه. فقلت أنا يعني كفاية عزلة كده، وفي نفس الوقت ما بعملش إعلان عشان أقول عاوز أشتغل ولا أي حاجة، لا أنا لقيت خلاص يعني. أنا العزلة اللي أنا عدتها فترة طويلة جدا وحمدت ربنا عليها، إنما ده الوقت اللي أنا أبدأ أرجع فيه، وهشوف الحاجة اللي هي هتناسبني. لو حاجة هتناسبني مظبوطة هعملها بدون تردد، مش هتناسبني أنا هفضل قاعد زمان. اللي فهمته من كلام حضرتك ان حضرتك اخذت القرار بالعوده، ولكن انا اتلخبطت، هل العوده للعمل الاعلامي ولا ممكن للعمل الاعلامي والعمل العام؟ هل العوده ككابتن مصطفى عبده كاعلامي، ولا كابتن مصطفى عبده في اتحاد الكوره، ولا كابتن مصطفى عبده في النادي الاهلي، ولا فين؟ لا بص يا سيف، انا حياتي كلها الاعلام. انا بعد ما بطلت اشتغلت في برنامج الكاميرا في الملعب، كان بيعمله الله يرحمه قطب عبد السلام، وبعد كده الكابتن الله يرحمه الكابتن اسماعيل الباري صحفنا الصحفي الكبير في الاهرام، جه قال لي بعد ما بطلت قال لي احنا عايزينك. فقلت له دي طبعا محمد نصر بقى عاوز يدلعني النهارده، دي من ضمن ده كان برنامج الكاميرا في الملعب. فلقيت مدام عيشه البحراوي كانت رئيسه القناه، استاذ مدحت زكي، استاذ محمد رجائي، كل دول كانوا موجودين في القناه الثالثه. قالوا احنا عاوزينك معانا. قلت لهم انا بالنسبه لي، قال لي لا هتبقى موجود معانا.
في الاول كانت صعبه شويه، انما لما تعودت عليها وبدات بعد كده هم يوجهوني صح اشتغلت فتره طويله جدا، قعدت شهرين حاسس ان انا غريب عن المهنه ديت، لحد ما استاذ مدحت زكي الله يرحمه ومدام عيشه البحراوي بقى يوجهوني للصح، لا بلاش دي بلاش دي بلاش دي. انا طورت في البرنامج، البرنامج كان بيطلع يتعمل في المدرج او يصور اللاعبين وهم نازلين من الباص بتاعهم والحكام وهم داخلين، لا انا طورت البرنامج ده وقمت داخل غرف الملابس، الناس عايزه تشوف اللعيبه في غرفه ملابس تعمل ايه، مدرب المدير الفني للفرقه وبيعمل المحاضره للاعبين، اخش اوضه غرفه الحكام عشان الحكام الناس تشوف الحكم بيستعد ازاي قبل المباراه، بدات اركب الباص مع اللاعبين وهم كسبانين وتجيب الناس وهي خسرانه، فكل الكلام ده كله كانت حاجه جديده بالنسبه للناس. خلصت الجزئيه دي وهنتكلم بعد كده في الجزئيه الثانيه. انا ليه هبص قديم الحاجات اللي الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، و كل الكلام الجميل ده لو محمد نصر بيفكرنا بيه، فأنا الإعلام بالنسبة لي ده حياتي. فأنا بعدت عن التدريب فترة من الفترات كبيرة قوي، يمكن أنا اشتغلت مدرسة الكورة شوية في النادي الأهلي وسافرت سنة في الإمارات ما لقيتش نفسي في التدريب، فقلت لا مش عاوز، رغم أن أنا كنت اشتغلت في الإعلام. طب اللي أنا فهمته من حضرتك دلوقتي أن القرار ليس قرار حضرتك لوحدك، هو قرار شراكة مع اثنين، نعم هم أصحاب القرار أو شركة في القرار، نعم منة ومنار، هم دول هم دلوقتي اللي دول اللي موجودين، ربنا يخليهم ليه يا رب. طب ما احنا نسأل منة. منة مساء الخير. كيف الأخبار؟ أخبارك يا عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. إيه الأخبار بابي؟ إزيك يا منونة؟ إزيك يا حبيبي؟ إيه أخبارك إيه؟ الحمد لله. دي بقى الصوره اللي الناس ما تعرفش ان انت يعني كنت واحده من الاعلاميين الكبار، ولكن واضح ان الجواز يعني اخذك. الحقيقه حسن وعمرو وكارلا اخذوني شويه. طب اخبار عموري ايه يا منى؟ الحمد لله كويس كويس. انا عايزه بس اقول لك يا سيف ان عمرو صوره طبق الاصل من مصطفى عبده بس على بلوند شويه. طيب يطلع لعيب وحش ده في الكوره ولا في الكوره ولا بره الملعب؟ في كل حاجه. طيب دي ده خبر كبير، ان مصطفى عبده تاريخ كبير الحقيقه في كل حاجه، وفي الكوره اسم كبير جدا طبعا. يعني انا عايز منك برضو اجابه واضحه كابتن مصطفى، اللي انا فهمته ان مفيش قرار خلاص بياخده لوحده، يعني منة ومنار بقى اصبحوا شركاء معاه في القرار. انت من وجهه نظرك، وكابتن مصطفى بيتكلم دلوقتي العوده للعمل العام، وده اللي لسه هنتكلم فيه زي اتحاد الكوره والنادي الاهلي، العوده للاعلام، انت لو كابتن مصطفى بيسالك شايفه المجال الافضل فين؟ بص، هو انا شخصيا وحشني بابي على السكرين جدا، يعني انا وانا شايفاه دلوقتي مش عشان بابايا والله، بس هو بجد منور السكرين. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا طبعا كنا حابين موضوع الاعلام لان هو كان شاطر فيها قوي وكان حاجه حبيبها جدا، بس صحته بالنسبه لنا اهم. فلما لقينا ان المجال الاعلامي كان عامل له ستريس شويه في حياته واثر على صحته نوعا ما، فلا صحته بالنسبه لنا اهم، فيعني فقلنا خلاص يبعد عن المجال الاعلامي لغايه ما زي ما هو كمان قال لغايه ما الامور تستقر وتهدى والدنيا تهدى، وان شاء الله لو في حاجه كويسه هتشوفوه دايما، لو ما فيش حاجه كويسه هيبقى على الاقل معاك يا سيف زي ما احنا شايفينه دلوقتي. ده شرف ليا. المشكله دلوقتي اللي انا عارفه عنك انت ومنار، ان انتوا علاقه قويه جدا 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 بالكابتن مصطفى، والعمل العام الفتره اللي جايه يعني كابتن مصطفى لو في اتحاد الكوره لو في الاعلام بقى انتقاد بزياده، وده لسه هنتكلم فيه مع الكابتن مصطفى. هل الحاجات دي بتعدي معاكوا عادي ولا الامور دي بتسبب لكم ازعاج؟ لا مش، بص احنا الحاجات دي مش بتسبب لنا ازعاج خالص، مش بتعمل لنا قلق، وهو كمان خلي بالك بابي مش يعني ما تعرضش لنقد كبير في حياتنا قبل كده عشان خاطر نتاثر بيه. يعني هو دايما بيبقى فيه كومبلمنت، دايما الناس بتحبه. ما تعرضتش، انا مش فاكره ان احنا تعرضنا لنقد اثر علينا او اثر على حياتنا، بس احنا متعودين دايما من واحنا صغيرين ان انا وبابي ومامي ومنار، ان احنا دايما بابي ومامي كانوا بيشاركونا الراي انا ومنار على طول،
كنا انا ومنار دايما ديسيجن ميكرز معاهم، فده اللي احنا تربينا عليه معاهم واحنا مكملين المسيره. لو كابتن مصطفى هيعود للاعلام او هيروح لاتحاد الكوره، انت شخصيا تختاري انهي سكه؟ او النادي الاهلي؟ انا المحرجه دي يا شيف. لا من وجهه نظرك في الموضوع، بس اللي هو حبه طبعا ويعني اللي هو اللي مرتاح له اكتر، واي ثينك ان هو الاعلام هو بيته اكتر. الاعلام طيب. مش عارفه، بس هو حر في الاخر يعني، ده قرار انا ومنار بنقول راينا دايما، بس طبعا القرار الاول والاخير. لا يا منى، القرار الاول والاخير ليك انت ومنار، لان انتوا لان انتوا بالنسبه لي يفتى ومالك في المدينه. لان لا ازاي بقى، لان انتوا بالنسبه لي انت ومنار دلوقتي بقيتوا كل حاجه في حياتي، وربنا يخلي لي احفادي عمرو وكارلا لينا حبيب قلبي. فانتوا رايكم عندي مهم جدا، نمره واحد عن اي حاجه يعني. لا حبيبي والله يا سيف، كمان يمكن الناس ما تعرفش بقى، مش عايزه اقول الكلام الكبير اللي هو مصطفى عبده الانسان والحاجات دي كلها، بس بجد والله مش عشان بابايا بس، هو اب عظيم، هو اب جميل. سيطيني سيطيني كمان. لا والله انت مش محتاج يا حبيبي، وحياة ربنا. ربنا يخليك ليه، ربنا يخليه لكم، يخليكم لبعض. وبشكرك كمان طبعا يعني حبيبي، الدور الاول والاخير ليك بزور الكابتن مصطفى، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون فتره جيده ان شاء الله لكابتن مصطفى وليك والمنار. بشكرك تاني يا رب. ثانك يو سو ماتش. بشكرك، شكرا جزيلا. منا مصطفى عبده، واعتقد ان هنعرف بقى دلوقتي من الكابتن مصطفى سكه ثانيه، ده سكه الاعلام ودوا عليه ابروفل، يعني هم حابين حضرتك على الشاشه. هناك خط تاني في العمل العام، مثلا اتحاد الكوره. نعم، بص يا سيف، هو اتحاد الكوره بالنسبه لي انا حاجه تسعدني ان انا بكون داخل جدران اتحاد المصري لكره القدم، بس على الساحه الرياضيه الفتره اللي فاتت الكوره بالذات يعني لا تسر عدو ولا حبيب، مفيش عندنا لا سيستم ولا عندنا نظام ولا عندنا اي حاجه. مستوى الكرة عندنا احنا فين بالنسبه للدوري، مش هقول لك الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الاسباني، الفرنساوي، الالماني، هتقول لك ما تقارنيش بالناس دي. ليه؟ احنا الحمد لله مصر مؤهله لكل حاجه. فاحنا عمليه اداره، احنا الاداره تنقصنا فعلا في كره القدم. ويمكن الفتره اللي جايه دي انا شايف ان مصر كل مؤسساتها بتتغير، فلازم اتحاد الكره يتغير، او احنا لازم نغير من انفسنا. لفظ يا كابتن مصطفى التغيير، هو تغيير اشخاص ولا تغيير افكار ولا تغيير سياسات؟ بص هي تغيير سياسات نمره واحد، وممكن تغيير افراد، مش الافراد هي، مع احترام لكل الناس طبعا، زمايلي اللي هم اللي كانوا موجودين في اتحاد الكره اللي قبليكوا واللي قبليكوا واللي قبليكوا، انما بقت وجوه هي والعقليات هي. احنا عايزين ناس تفكر خارج الصندوق، ناس تفكر ترفع من شأن الكرة المصرية. كرة مصر مش قليلة، مصر بلد كبيرة قوي، ومصر أنا بقول يمكن اللي حصل الفترة دي بتاعت الكورونا ديت، والله ما حد عارف إيه اللي هيحصل لمصر. مصر هترجع وهترجع أقوى من الأول بكتير، ده أنا إحساس أنا إن شاء الرحمن يعني. فلازم الفترة اللي جاية لازم إحنا كأفراد نغير من أنفسنا، نغير من نفسنا، نغير من سلوكنا، نغير من حاجات كتيرة جدا. أنا شميت كده أو فهمت كده إن حضرتك ما عندكش مانع تترشح. أنا ما عنديش مانع أترشح بشروطي أنا، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. لا أنا في ناس كلمتني فعلا، أنا عارف. بس أنا ما أعرفش أنت جبت الخبر ده منين. إحنا بنلف برضه يا كابتن. طيب. مش ساكتين يعني. فأنا في ناس كلمتني. قلت لهم لو في مجموعة كويسة هتخش هتديروا الكورة بصفة كويسة، وفي نفس الوقت يتغير النظام بتاع الانتخابات اللي فات ده كله. هو اوريدي اتعدل يعني، بقى دلوقتي 92 نادي. مش شرط التربيطات اللي بتحصل والكلام ده يعني. انا بالنسبه لي انا مش هلف في الاقاليم ولا هلف في المحافظات عشان اتحايل على واحد اخد صوته او الكلام ده مش بتاعي انا بمعنى اصح. فانا قلت لهم على الشروط، قلت لهم انا لو في مجموعه كويسه هتخش ممكن اخش معاكم، وفي نفس الوقت النظام بتاع الانتخابات ده لازم يتغير. يعني مش الاصوات ان يبعتوا واحد وبعدين اللي يروح بالصوت دوت مندوب يوم حاطط صوت غير الصوت بتاع النادي. في حاجات كتيره مش مظبوط، انا مش بتاع الكلام ده.
انا لو في مجموعه كويسه وهيبقى في الانتخابات دي هتبقى فير، انا ما عنديش مانع. هل المجموعه كويسه دي حضرتك تقصد بيها مجموعه جديده ولا ممكن تكون قديمه ولا لا؟ مش شرط، مش شرط تبقى متعامل بين الشباب وتبقى معظمها من الشباب ويبقى معها ناس خبره. هل كرسي النائب هو الكرسي اللي حضرتك ممكن تخوض عليه انتخابات ولا ما تفرقش معاك؟ لا انا طالما انا داخل عمل تطوعي، داخل عمل تطوعي ان انا عايز ادي، مش هاخد حاجه من المكان. انا بالعكس، انا دي المكان اللي هو طلع مصطفى عبده وطلع الخطيب وطلع صالح سليم وطلع كل نجوم مصر دي كان من اتحاد الكوره. فانا داخل عشان ادي، عشان اشوف ايه الجديد في كره القدم. ما يفرقش مع حضرتك الكرسي؟ لا 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 لا، ما يفرقش معايا الكرسي. انما هو لو جه طبعا النائب انا ما عنديش مشكله. انما انا بالنسبه لي انا داخل عشان ادي. انما بالنظام الانتخابات والتربطات اللي احنا بنشوفها وما كنش مجموعه متجانسه مع بعض عشان ما يحصلش خلافات، يبقى ما فيش داعي. طب متفائل من اللي جاي؟ متفائل من اللي جاي. متفائل من اللي جاي للكوره في مصر؟ بص، هي الدوله دلوقتي بدات تحط ايديها على كل حاجه. ودي من الحاجات الكويسه قوي، لان الكوره دي مؤسسه. يعني انا بستغرب دلوقتي لما في بعض اداريين وبعض مديرين كوره يطلع يقول لك ايه الدوري لازم يتلغي. يتلغي ايه؟ يتلغي بمناسبه ايه يتلغي؟ يا جماعه ان الكوره دي فاتحه بيوت ناس كتير قوي، والكوره دي يعني الكوره دي مؤسسه من المؤسسات الكبيره. طب انت لما دلوقتي الكوره ديت اتلغت، لغوا الدوري السنه دي، طب الناس الدوله بتقول لك حافظ على الموظفين بتوعك، مين اللي هيقبضهم؟ اللاعبين دول مين هيقبضهم؟ مين هياخدوا فلوسهم منين؟ الشركات الراعيه دي مش هتدفع الفلوس خلاص، ما تقول لك الدوله هي اللي عايزه كده. لازم الدوري يمشي باي وسيله. طبعا يهمني سلامه كل المنظومه الرياضيه في مصر، عشان ما اقولكش ان انا بقول لك عشان المال ومش المال، لا انا يهمني نمره واحد نتحط منظومه كويسه اللي هي على ضوءها يبقى في سيستم نقدر نمشي عليه بالنسبه للكوره. وبرضه بقول في الاول وفي الاخر ان صحه الانسان المصري في كل شيء، زي ما سياده الرئيس انتوا بتشوفوا بينزل بيعمل ايه مع الناس العمال في الشوارع وبينزل يعمل ايه. انا يهمني صحه المواطن المصري ولاعيبه الكوره، بس تبقى محطوطه تحت في بنود محطوطه ليها وتتنفذ، تبقى في رقيب عليها وتتنفذ بصرامه جامده قوي. طيب ارجع بقى اطلع فاصل وارجع اكلم حضرتك عن بدايه حضرتك مع النادي الاهلي، بدايه حضرتك ازاي في النادي الاهلي وختمت ازاي ومشوارك كله مع النادي الاهلي كرويا. ناخد الملف ده كله مع الكابتن مصطفى عبده بعد الفاصل. واجابه الحقيقه كنت غير متوقعه، انا قلت كابتن مصطفى هيجي يقول لي لا انا بعدت على العمل العام. لا، كابتن مصطفى عبده ادى موافقه مبدئيه للعوده للعمل العام ورحب ان هو يكون موجود في اتحاد الكره الفتره القادمه بشروط. العمل اللي هيناسبني انا، ولا اعوذ بالله من كلمه انا، كمصطفى عبده سواء في العمل التطوعي او اتحاد الكره والاعلام، بس انا الاعلام بالنسبه لي ده نمبر 1. هو الاعلام والعمل العام يتعارضوا يا كابتن؟ طبعا، مش هيبقى في مصداقيه يا سيف، مش هيبقى في مصداقيه غصب عن اي واحد يعني. خد الفاصل. نرجع تاني بعد الفاصل. اتكلمنا عن الكابتن مصطفى عبده، هنتكلم كتير، هنتكلم الكابتن مصطفى عبده كلاعب، الكابتن مصطفى عبده كصديق، الكابتن مصطفى عبده بعد ما خلص حياته التدريبيه وحياته ايضا في كره القدم. كابتن مصطفى يمكن كلاعب كنا في جيل السبعينات وكان من الناس المميزين جدا، وانطلق عليه او تلق بالمجري لانه فعلا كان سريع جدا جدا. مصطفى عبده مش مجرد صديق ملاعب، مصطفى عبده اخ وصديق وبني ادم وفي بني ادم ناصع البياض من جوه. سيبك من الكوره وسيبك من امكانيات وسيبك من الكلام ده، لان احنا كلنا بطلنا، لكن بتبقى الذكرى الطيبه. كابتن مصطفى كان من طبعا كان كابتن الفرقه وكان محتوي اللعيبه كلها، واللعيبه كلها بتحبه كبير وصغير. انا بالنسبه لي كان يقول لي على طول كرمت ده اللي هو واحد من العرايس بتاعت المابت شو يعني. فهو ما كانش ابدا يقول لي يعني في ناس كانت تقول لي اسامه، في ناس تقول لي عرابي، في ناس تقول لي اختصار ليا اس حاجات كده يعني، لكن هو كان يقول لي كرمت على طول. يمكن هو الوحيد حتى اللحظه دي لما يقابلني يقول لي كده يعني. كابتن مصطفى عبده كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي فترات طويله جدا، حقق فيها بطولات كبيره جدا، وانا اتشرفت ان انا اتفرجت عليه وانا في الناشئين النادي الاهلي،
واتشرفت اكتر ان انا لعبت معاه وزميلته في الفريق الاول واحرزنا بطولات على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي. من الناس اللي صنعت تاريخ كبير جدا في جيل السبعينات، لانه كان دائما من الناس اللي هي تقدر تقول مفتيح لعب في جيل السبعينات. اوفراته كانت مميزه جدا، سرعته كانت مميزه جدا، فكان بيعمل اوفرات اي حد بيستسهل ان يقدر يسجل منها، وكان الناس بتسجل، كان الكابتن الخطيب والكابتن زيزو وكل الناس كانت بتسجل اهداف رائعه من الكابتن مصطفى، لان اوفراته وسرعته كانت مميزه جدا. مصطفى عبده كان بينشن على الخطيب، يعني ما ملوش علاقه بالكوره، ينشن على الخطيب والخطيب يجيبها جول. عشان كده بقول لك مصطفى عبده اتنين انا ما شفتش زيهم، او خليني برضو اكون صريح، يمكن خليني اتكلم على جيلي انا، عمر عبد الله ومصطفى عبده. الاثنين دول لما حتى بنلعب في تقسيمات تلعب ضد مصطفى ولما يعمل عكسيات دي لازم يجيلك ارتجاج في المخ. كان بيتخطى اي مدافع بسهوله، وكان شهير جدا طبعا بكراته العرضيه اللي هي يمكن حتى ايامنا دي ما تميزش بيها لغير عدد قليل في تاريخ الكره المصريه. من الناس اللي فعلا تعتز بيهم خارج الملعب، يعني دم خفيف جدا تقدر تتعامل معاه، تقدر تعيش معاه، لان احنا حياتنا كنت انا وهو الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه كنا برضو كنا على طول مع بعض، وكنا دائما بنخرج مع بعض، ودائما كان عنده عربية بقى من العربيات الموديلات القديمة الفولكس دي، واحنا ما كناش لسه جبنا عربيات كان بياخدنا معاه، وكنا بنتفسح ننزل التحرير ناكل فول وطعمية ونروح عنده المستعمرة في شمال القاهرة. مصطفى عبده لحد هذه اللحظة لما ببقى مكتئب ولا متضايق ولا زعلان ولا في حاجة لازم أكلم مصطفى. مصطفى مرح فوق ما تتخيل. كنا في معسكر ولعبناهم مباراة ودية كسبناهم 3، فبقت المباراة دي النموذج للكابتن طه اسماعيل والكابتن عمرو ابو المجد اللي كل لما نيجي نلعب في الدوري المصري او افريقيا او كده يقولوا لنا مباراة استوى بخاريس يعني لازم تخش فكابتن مصطفى برضو في احد الماتشات كابتن طه بيديله تعليمات وكده، فقال له ايوه كابتن زي استوى بخاريس زي استوى بخاريس. كنا حياتنا كلها داخل النادي الاهلي، حياتنا كلها بنعيش جوه النادي الاهلي، بنقعد جوه في النادي، بنلعب بلياردو مع بعض، حتى بالليل بنخرج مع بعض، فحياتنا كلها كانت مرتبطه ارتباط وثيق جدا، حتى ارتباط يمكن مش عايز اقول لك عائلي. مصطفى عبده تاريخ كبير جدا، مش تاريخ في الكوره، تاريخ في الانسانيه، تاريخ في صفاء القلب وفي القلب الابيض، في حبه الاصدقاء والاخوانه والاهله. الحقيقه مصطفى يعني ممكن نقعد نتكلم على الصبح على مصطفى عبده في القصص دي. كان يمكن احنا كان الناس تقول لنا واحنا صغيرين لازم توصل للخط المرمى وتلعب الكره لتحت عشان المواجب بقاش اوفسايد. كابتن مصطفى عمل حاجات في السبعينات والثمانينات يمكن احنا بنمرن عليها اللعيبه دلوقتي. علاء عبد الصادق باك يمين لعلاء ميهوب، من علاء عبد الصادق لعلاء ميهوب بحل عليه نيجانجو والكرة العرضية وباري وحطها على مصطفى عبده. يا سلام مهير الرياح لمصطفى عبده ويجيب مصطفى عبده الجول رقم 104 105 للنادي الاهلي في بطولات افريقيا. النادي الاهلي كان جايب 103 قبل ماتش النهارده، بالجول الثاني اللي يجيب مصطفى عبده يبقى النادي الاهلي يجيب 105 جول في بطولات افريقيا. ومصطفى عبده بالرغم انه من عمره في بطولات افريقيا من عمر اشتراك النادي الاهلي من 76، انما للاسف كان جايب جولين بس قبل كده، النهارده يجيب جول يبقى الجول الثالث ليه في بطولات افريقيا. مصطفى عبده اللعيبه الجداد انضموا موسم 85 لتيم الفوز فرانسوا. مصطفى عبده والله مصطفى ومصطفى يا سلام الجول الثالث للنادي الاهلي والثاني لمصطفى. ياخدها منه على طول ناحيه الشمال بيتحرك مختار بيلعبها بالعرض الكوره ضربة حرة غير مباشرة لعبت حلوة مصطفى عنده بيحطها سامع عرابي بيلعبها ناحية محمد عامر لعب الشوط الثاني بدل رمضان السيد لعبها بالعرض خطرة توصل لكن ياخذها مصطفى عبده وكتبوا جول
تاريخ كبير جدا جدا جدا. هو التاريخ بقى الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نتحكم فيها. بشكر كل الناس في تفاعلهم معنا على هاشتاج المجري مع سيف، واعتقد ان احنا حاليا ترند رقم واحد في مصر، وان دي تحصل في رمضان فدي الحقيقة شيء صعب جدا، ولكن ده مش عشان معنا حد يعني من اساطير الكرة المصرية. لا الحمد لله سيف الله. كابتن كل دول لعيبة الاهلي، في علاقات في الزمالك كده برضو ولا كان ايامكم اهلي بس؟ لا زي انا كنت مع كابتن حسن شحاته، مع فاروق، مع غانم، مع الله يرحمه كابتن طه بصري. كانت علاقات قويه كابتن؟ جدا. احنا هقول لك على حاجه، انا وكابتن زيزو وكابتن الخطيب كنا بنروح عند قبل دي يا كابتن، عشان تحصل في رمضان ان حضرتك تبقى الترند رقم واحد في مصر في رمضان في برنامج رياضه المجري مع سيف، ده ما يحصلش غير مع مصطفى عبده بس. لا ده فضل من ربنا، ربنا يديم علينا بس والله. فكنا نبقى موجودين مع بعض قبل الماتشات، اهلي وزمالك وكل حاجه، انا وزيزو والخطيب نروح على النادي الاهلي وهم يطلعوا على نادي الزمالك، متعشين مع بعض بالليل وكل حاجه، وساعات كنا بنبات مع بعض. كانت الامور عادي جدا جدا. طب هناخد واحد من اساطير نادي الزمالك واساطير الكره المصريه واساطير التدريب كمان، كابتن حسن شحاته. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف، وكل سنه وانتم طيبين، ومساء الخير على الكابتن مصطفى عبده حبيبي وقلبي كمان يعني. ازيك يا كابتن حسن؟ طبعا انا عارف ان انت مش داخل لي النهارده يا معلم. انت طبعا انت بقالي كتير ما بسمعش صوتك يا مصطفى عبده. الله يخليك يا كابتن حسن، كل سنه وانت طيب والاسره كلها بخير، وربنا يديم المحبه بينا يا كابتن حسن. يا ربنا يديم المحبه يا رب، ويديك الصحه طول العمر يا عبد الله. الله يكرمك. فاكر الجول ده؟ فاكره طبعا. فاكر التغييرات؟ ما انا بقول لك اهو. لا فاكر التغييرات اللي حصلت؟ خلينا احنا في شهر كريم كده مع سيف، خلينا في شهر كريم. هي التغييرات دي يا كابتن ممكن تخرجنا عن الشهر الكريم؟ ممكن تخرجنا عن الشهر الكريم يا سيف. طيب لا لا يا كابتن ما لناش دعوه بيها خلاص. دخلنا نقول الحج على طول. الحمد لله. عايز ازيك يا كابتن حسن؟ ازيك يا عبد، انت فين؟ اخبارك ايه؟ انا موجود اهو والله الحمد لله. بقالي كتير ما سمعتش صوتك يا عبد. انا بص بقى هقول لك حاجه مع الكابتن حسن شحاته. سنة 2000 ثلاث بطولات اللي خدناهم، بطولة أمم أفريقية اللي خدناهم 2006 و2008 و2010. أنا كنت كل بعد كل مباراة كنت بخلص الشغل بتاعي في دريل ومواخد بعضي طالع على المعسكر بتاع المنتخب. وكل بعد كل بطولة أقول له جهز نفسك عشان احنا هنعمل احتفال عندنا بالبطوله، يقول لي، قلت له كل بعد كل بطوله ان شاء الله. قعدنا ثلاث بطولات بعد كل مباراه بعد كل بطوله نعمل الاحتفال بتاعنا، مره نعمل زفه اروح اجيبه من البيت، مره نعمل له بالكمان وهو داخل عندنا في دريم. حسن من المدربين اللي لن يتكرروا، مش بقولها كده عشان هو موجود معانا، من اعظم المدربين اللي جم مصر. وانا كنت عاوز اقول مقوله بعض الناس بتقول لك هو كان معاه جيل كويس، ما معاه جيل كويس، مين اللي هيعمل التوليفه الكويسه باللاعبين ديت، ومين هيديهم الحريه في التحرك في الملعب والكلام ده غير اذا كان مدرب كويس. فهو كابتن حسن اللي صنعه لتاريخ الكره المصريه، اتمنى انه يحصل تاني بس هيبقى صعب قوي مع اي مدرب تاني هيجي. رايك يا كابتن؟ والله يا سيف يا حبيبي مصطفى يعني بيقول حاجات، لكن ربنا قادر على كل شيء، ان ربنا يكررها وتحصل مع مدرب اخر و و و لكن هي العمليه مش عاوز اقول صعبه، لكن عاوز اقول ان هو الجيل اللي كان معايا هو برضه ليه دور كبير جدا جدا جدا. كابتن سمير زاهر الله يرحمه، الله يرحمه، ليه دور كبير جدا 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 في البطولات اللي احنا حققناها دي. عشان كده مش انا لوحدي يعني، مش انا لوحدي، الكباتن اللي كانوا معايا في الجهاز لهم دور كبير جدا جدا في تحقيق البطولات دي كلها. فعشان كده بقول لك يعني هي جايه مجموعه مش جايه من فرد طبعا، يعني جايه من مجموعه. اولا بدايتها طبعا اللعيبه، ثانيا المدرب والجهاز اللي معاه، ثالثا طبعا الكابتن سمير زاهر واعضاء اتحاد الكوره اللي هم كانوا يعني بيدعمونا بشكل كبير جدا جدا، لكن مش هننسى برضه القياده السياسيه اللي كانت واقفه في ظهرنا بشكل جامد جدا. كابتن هو العلاقه بين حضراتكم طول عمرها كده يعني، طول عمر العلاقه كده وحب كده واصحاب كده وصداقه كده ومفيش اهلاوي ومفيش زملكاوي ومفيش حاجه؟ لا 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 يا سيف، لا يا حبيبي، مفيش ولا اهلاوي ولا في زملكاوي، وفي لاعبي كره قدم في الاهلي وفي الزمالك وفي المنتخب مع بعض في كل حته مع بعض. وعشان برضو من الحاجات اللي يقول لك عليها الكابتن مصطفى ان احنا
انا ومصطفى قعدنا فتره طويله ان احنا في المنتخب نبقى قاعدين مع بعض في غرفه واحده، عارف انت ازاي يعني، مش عارف اقول لك بقى بناكل مع بعض وننزل التمرين مع بعض وبتاع، لكن دي من الحاجات اللي هي مش متواجده دلوقتي. فين يا كابتن الجمهور يسمع حضرتك، الناس تسمع حضرتك وتشوف العلاقات كانت عامله ازاي؟ لا العلاقات الحمد لله رب العالمين، وما زالت خد بالك يا سيف وما زالت، يعني ما بديش فرصه ان احنا نعملها ونتقابل او نتفق على ميعاد ونروح نتقابل فيه، ومصطفى يمر عليا في البيت اشوف مصطفى يونس نفس الكلام، يعني مصطفى عبده ومصطفى يونس المجموعه دي يعني ما اقولكش، يعني تيجي اي فرصه يبقى في اتصال مع محمود الخطيب من خلال التليفون، لكن اكتر ناس طبعا مصطفى عبده ومصطفى يونس اللي كنا دايما في لقاء ونلتقي دايما على خير ودايما نتكلم مع بعض على خير، وحتى لما تيجي السيره سواء معايا او مع مصطفى او مع المصطفيين زي ما بيقولوا مصطفى عبده ومصطفى يونس، تلاقي الكلام طالع منهم حلو، يعني انت تحب تسمعه، يعني ما بتحصلش من اي حد، فعشان كده بنقول يعني فعلا ربنا يديم المحبه، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده في الايام المضطربه دي، ربنا يديم المحبه بيننا وبينهم. ربنا يديم المحبه يا كابتن ويديم الاخلاقيات العاليه ويديم المسل، وبنشرف دايما بوجود حضرتك معانا كابتن حسن، وكل سنه حضرتك طيب وربنا يوفقك في اللي جاي. كل سنه وانت طيب يا ابو علي والاسره الكريمه، ونتقابل على خير يا رب ان شاء الله. خلاص اشوفك ان شاء الله يا عبد على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حسن. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن شحاته، طبعا واحد من اساطير الكره المصريه. طب ما العلاقات مع الاهلي والزمالك، امال احنا كابتن الناس ضاحكين علينا ولا ايه؟ بقى تعصب من معظم البرامج اللي اتعملت على الساحه الرياضيه، هي دي اللي عملت التعصب، فعلا عملت تعصب، انما انت شايف الامور كلها عامله ازاي؟ يعني الامور كلها كانت احنا بالنسبه لنا بقول لك، هو زي ما بنسمع كابتن حسن، و يعني انا شايف محمد نصر دلوقتي جاب الماتش بتاع نيجيريا ومصر اللي احنا كسبنا فيه 3-1. انا احكي لك على حاجه في الماتش ده كان اول مره الناس تعرفها. الماتش ده جينا قبل الماتش ده اتغلبنا 4-0 في ليجوس من منتخب نيجيريا، كان منتخب جامد قوي. فانا ما سافرتش معاهم، كنت متعور انا ومختار. ففي الماتش ده حتى هم بيحكوا لي، كان الكابتن حسن شحاته بيحكي لي، كان حمامه بتاع البلاستيك كان بيلعب في نادي الزمالك. فكان انضم للمنتخب وبيلعب في المباراه دي بتاعت نيجيريا. فحمامه كابتن جندي خرجه النتيجه 4. فحمامه بيقول له يا كابتن جندي مش النتيجه من 6؟ الفوره من 6. فالمهم جينا الماتش ده بالذات بقى انا ما كنتش لعبت فيه الا انا ولا مختار، حتى الكابتن نجيب المستكاوي، وانا كنت لسه مقابل الكابتن حسن المستكاوي دلوقتي، كتب مانشيت كده في الجرايد ان يعني هو مصطفى عبده ومختار هيجيب الديب من ديله. يعني انا اخدت المانشيت ده واتحمست بيه اكتر، يعني ما اثرش معايا. فمايك اللي كان عندنا نانكوفيتش هو المدرب بتاعنا، عمل لنا المحاضره بالليل وبتاع والكلام ده كله، وخلصنا دخلنا كل واحد على الاوضه بتاعته، ولقيت الباب عندي بيخبط الساعه 12 بالليل. فده الجون الاولاني ده، فلقيت الباب بيخبط الساعه 12 بالليل، لقيت الكابتن فاروق جعفر. فلقيت الكابتن فاروق جعفر بيقول لي عبده، قلت له ايه، انا كنت مسميه استيفان روستي يولع الدنيا ويعمل نفسه مش هنا خالص. فالمهم قال لي انا هقول لك على حاجتين، انا لعبت الماتش ده هناك وعارف الفرقه دي ايه، هتسمع كلامي هصيطك في المباراه دي. ده بنفس الكلام يعني. قلت له هاخد منك. قال لي اول ما تلاقي الكره قدامي وانا نايم على الكره كده على قدام، مش عايزك تعمل حاجه غير تخش على جوه بين الباك وبين السيرد باك، هتلاقي الكره قدامك. عملها لي مرتين، مره جبت منها الجول اللي هو الاولاني اللي انت شفته ده، والكره الثانيه لعبتها جت جنب القائم. بقول لك العلاقه كانت بينا، كنا بنبقى مبسوطين قوي احنا موجودين في معسكر المنتخب. كابتن علي ابو جريشه، كابتن شحته اسكندريه، كابتن شاذلي الله يرحمه. كنا لعيبه يعني بنحب ان احنا نبقى موجودين في المعسكر. فما كنتش تسمع مشكله من اي حد ابدا. والله يا كابتن ده اللي احنا ناقصنا، يعني احنا ناقصنا ان الجمهور الصغير والشباب الصغير يعرف ازاي العلاقه بين الاهلي والزمالك، ويعرف العلاقه مع حضراتكم كانت عامله ازاي، ونجوم كبار يعني بنقول مصطفى عبده وحسن شحاته وفاروق جعفر ويعني اساطير. فالناس دلوقتي يعني على اي مشهد وعلى اي حاجه، الحقيقه المشاهد بقت صعبه، ولكن ان شاء الله املين ان الامور ان شاء الله بشكل جيد. بس قبل ما نبدا نخش في حاجه ثانيه، يعني عاوز اشكر الكابتن فتحي مبروك، لان الكابتن فتحي مبروك ده اخويا وحبيبي
وموجود معايا في النادي من سي. كنا بنفتح النادي الصبحيه ونقفل النادي انا هو بالليل. كابتن مصطفى يونس طبعا صديق عمر وانسان جميل قوي وانسان خدوم جدا وانسان يعني كل حاجه حلوه ممكن تقولها فيه. اسامه عرابي ده ابننا اول ما كان جه من الناشئين وطلع معانا فانا كنت متبنيه وهو انسان خلق وانسان لعيب كويس قوي 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 وتحطه في اي حته في الملعب يلعب اي حاجه وفي نفس الوقت ما كنتش تحس باي مشكله ليه من المشاكل بتاعته. فانا طبعا بوجه لهم الشكر. كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء بقى ده ماله ده؟ ضياء كان فيه جمله مشهوره كده بيني وبينه بس ما ينفعش تتقال طبعا هو لو هيعرفها دلوقتي هيضحك. ضياء ده كمان لعيب كويس قوي وكان وطلع طلعه كويسه قوي واحنا احتضناه معانا في الدرجه الاولى وحتى انا اتبسط جدا لما اشوفه في التحليل. كل مصر بتسال على سؤال مهم ان في توامه عشق علاقه حب دويتو كبير جدا جدا دايما موجود جوه الملعب وبره الملعب في كل المشاهد ما بين الكابتن مصطفى عبده والكابتن محمود الخطيب. نعم بص هو العلاقه اللي بينه وبين الخطيب الحمد لله هي بينه وبين كل اللاعبين يعني بينه وبين زيزو وبين فتحي مبروك وبين طبعا وكابتن حسن حمدي وكابتن طاهر الشيخ كل مختار مختار مش عاوز انسى حد بس عشان ما حدش يزعل. فالعلاقه اللي بينه وبين الخطيب يمكن حصل كيمياء كده في وقت من الاوقات وكان الاول كان في دويتو في النادي الاهلي كان الخطيب وكان زيزو والخطيب زيزو والخطيب. لما الخطيب لما زيزو بطل بقى ما فيش غيري انا والخطيب لدرجه ان في التمرين بتعرف الخطيب عايز ايه. بس برضو قبل ما اقول الدويتو اللي بيني وبين الخطيب انا كان في دويتو معايا جامد قوي 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 يمكن من الناس اللي ساعدتني جامد قوي وقفت على رجليا محسن صالح. محسن صالح من الناس اللي هي ساعدتني كتير قوي وخلت بقى اسمي كبير وجي بعدي خالد جد الله وبعدي خالد جد الله بقى فيه علاء ميوب والاثنين دول انا عديت على اربع اجيال او خمس اجيال. فانما الدويتو اللي بيني وبين الخطيب خطيب شخصية هادية جدا في الملعب وما تعرفش الخطيب هيعمل ايه. انا استغليت ذكاء الخطيب موجود في الملعب قلت طب انا ممكن اتصيد على الخطيب. انا ممكن اعمل كل ماتش اعمل كورتين ثلاثة الخطيب هيجي منهم جول يبقى انا ارتبط اسمي باسم الخطيب. فالخطيب في الملعب هو طبعا انا شهادتي الخطيب يمكن هقول ايه انا مش عارف اقول شهاده اللي بينه وبين الخطيب. خطيب معروف لكل الناس كلها باخلاقه. خطيب لعيب مش هيتكرر تاني في تاريخ الكره المصريه. يمكن احنا لعيبه موجودين معاه في الملعب احنا كنا بنتفرج احيانا بنسرح ونتفرج عليه وحركت في الملعب جنبه طبعا ودي حقيقه يعني دي حقيقه. فالخطيب لعيب كره مش هيتكرر تاني. وهو بعض الناس بتقول لك اصل هو مصطفى عبده هو اللي عمل جزء من الخطيب. لا انا بقولها علنا كده قدام الناس كلها اذا كان الخطيب عمل جزء من اسم مصطفى عبده مصطفى عبده اذا كان مصطفى عبده عمل جزء من تاريخ الخطيب فالخطيب عمل جزء كبير قوي من تاريخ مصطفى عبده. دي حقيقه الواحد يقولها واحده واحده بقى لان لازم نقف عن التصريح ده تصريح مهم. لا دي حقيقه فانا عايز بس الجول ده اللي قدامك ده كان في بتاع دراجونز بنين. لما بقول شوف الخطيب جالي على القريبه انا قبل ما الماتش بيبدا والكلام ده كله انا بعمل الورمنج اب بتاع التسخين باخد الكره وبجري على الخط كده وانا بستنى نصر على الجول ده عشان ليه قصه حلوه قوي. ف كنت باخد الكره في الجناب ازقها وابدا اجري وراها كده اشوف الكره على الارض عامله ازاي سرعه الكره هل النهارده رجليا تقيله ولا خفيفه. فكنت ببص الخطيب اقول له لا خليك على البعيده لا خليك على القريبه حسب حالتي اللي انا بسخن فيها قبل الماتش. فالجول ده احنا كنا متدربين عليه انا والخطيب قبليها بحوالي بالظبط خمس ايام. لما عملناها في الماتش هنا قلت الخطيب قبل الماتش قلت له يا خطيب قرب على الزاويه القريبه عشان النهارده رجليا خفيفه. قرب بعد ما جيب جول من كتر فرحتنا الخطيب جري في حته وانا جريت في حته. هي الكوره كانت سهله كده يا كابتن. ما انا بقول لك اهو تجري كده والكابتن الخطيب يروح على البعيده والله يا سيف زي ما بحكي لك كده بالظبط كنت بتفق مع الخطيب وكنت بشوف عينيه قريبه مني جدا. انا كنت ممكن اعملها بالعرض جامده بس هو حاططها ايه يا كابتن؟ لا هو لعيب مش هتكرر تاني. انا بقول لك لعيب كوره في الملعب احنا كنا زمايله كنا بنسرح ونتفرج عليه. كمان زيزو كان لعيب جامد قوي. مختار كان لعيب عالي جدا. طاهر الشيخ
جمال عبد العظيم، كان في لعيبه غير عاديه موجوده معانا في ملعب كنا جيل كل. يعني تصريح حضرتك ان الكابتن محمود الخطيب جزء من تاريخ واسم كابتن مصطفى؟ مش عايزه كلام، اقول لك اذا كنت انا شاركت في تاريخ الكابتن الخطيب حاجه بسيطه، فالخطيب ليه الجزء الاكبر في تكوين تاريخ مصطفى عبده. اخدت حضرتك قرار رغم الظروف اللي حضرتك كنت بتمر بيها في انتخابات حضرتك، اديت رساله وانت تمتلك من الجماهيريه يعني شيء كبير جدا، وكنت موجود في انتخابات الكابتن محمود الخطيب وجيت وقفته، ودي رساله قويه جدا. نعم. يعني رساله من نجم كبير لاسطوره ثانيه في 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 الكوره، في توقيت حسيت حضرتك ان هو في احتياج للمسانده واحتياج ان حضرتك تكون موجود، ده نتيجه علاقه قويه. دي اكيد، بس خلي العلاقه والصداقه حاجه وخلي النادي الاهلي فوق الجميع. انا وقفت مع الخطيب في الانتخابات رغم ان انا كنت بمر بظروف كانت صعبه قوي بعد وفاه مراتي الله يرحمها. وقفت مع الخطيب عشان خاطر النادي الاهلي. النادي الاهلي كان دخل في مرحله، ودي ما تقللش من كلام، ما تقللش من 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 قوه محمود طاهر والانجازات اللي عملها. محمود طاهر في الاول كان عنده شويه مشاكل في الاول، بدا يصلح من الكوره، بدا يصلح من النادي هو ومجلس ادارته، ودي حقيقه الواحد لازم يقولها ان محمود شخصيه، هو حبيبي محمود. فمحمود الفتره الاخيره يمكن الجهه الاداريه بدات تضايقه شويه، انما محمود طاهر عمل انجازات في الكوره، عمل انجازات في النادي، ودي ما حدش يقدر ينكرها. واحنا انا واحد من الناس بعتبر كده، طلعت صرحت في الانتخابات بعد ما خلصت، قلت على الخطيب ان يدعي المهندس محمود طاهر وتعمل حفل ويكرم فيه المهندس محمود طاهر، لان دي الرئاسه النادي الاهلي دي سلسله متكامله ببعض. صح. فعلى فكره كمان المهندس محمود طاهر قبل الانتخابات بالظروف اللي انا كنت فيها هو كلمني، كنت في المدينه بعمل عمره، كان معايا البنات، فقال لي انا محتاجك، عاوز اكون موجود معاك. قلت له انا ظروفي دلوقتي مش هتسمح خالص ان انا انزل، كان عاوزني معاه زي نائب موجود معاه. فانا فكرت فيها، قلت له محمود انا بالنسبه لي هيبقى صعب قوي، ولان الظروف اللي فيها ما اعرفش انا رايح فين. الكلام ده يعني 10 ايام بعد وفاه مراتي على طول. فقال لي طب فكر وارجع لما تنزل مصر يقول لي. فكلمته عشان اقول له ان انا مش هقدر اجي معاك ومش هقدر اقف قدام القايمه بتاعه الخطيب، لان الخطيب خلاص اختار القايمه بتاعته. اي حد من المجموعه بتاعتنا هتخش ضد القايمه دي معناه انت بتقف قدام الخطيب. فانا اذا كنت وقفت مع الخطيب، انا بقول لك خلي جنب الصداقه على جنب وجنب كل شيء، يعني راجل زميل ملاعب معايا اكتر من 15 سنه، راجل انا ماضي على كل اللجوان وهو ماضي لي على كل اللجوان اللي انا عملتها سواء سجلتها او بس حضرتك شفت ان الكابتن الخطيب افضل لهذه المرحله لسبب واحد، لان انا شفت الجهه الاداريه في فتره رخنيه بتعاكس محمود طاهر جامد قوي، فكان هيبقى على طول الفترات اللي جايه هيبقى فيه معاكسه. فكرت ازاي في قرار نزول حضرتك في عز الظروف دي في يوم الانتخابات؟ ما هو ده النادي الاهلي يا سيف. النادي الاهلي فوق الجميع، دي مقوله قالها كابتن صالح، فوق الجميع مش فوق الدوله، لا فوق افراد بالظبط النادي نفسه. النادي الدوله دي مؤسسات، والدوله دي في ناس بعض الناس فسرتها غلط، قال لك يعني ايه النادي الاهلي فوق الجميع؟ النادي الاهلي فوق الجميع داخل القلعه الحمراء، ان ما فيش حد بيكبر على حد، ودي هتكلم فيها لما اول ما دخلت الاشبال في النادي الاهلي. طيب اروح الاول عشان اقفل باب الكابتن محمود الخطيب، الحقيقه حتى الان الاداء للكابتن محمود الخطيب اكثر من رائع بمجلسه كله. نعم. ما سمعناش مره مشكله، ما سمعناش ازمه. الخبرات اللي فوق السن، الخبرات الكبيره، مرتجي، الدرندلي، كفراوي، كلهم ناس افاضل، كلهم الشباب اللي تحت، محمد الجرحي، الحقيقه اداء رائع مع مهند، مع ضماطي، مع المجموعه اللي موجوده، مع رانيا، مش عايز انسى حد يعني، العمري، العمري فاروق، الحقيقه العمري فاروق يعني اداء، بس عمري قديم في النادي، اداء رائع اكيد من اكيد من زمان جدا. في وجود كمان عشان تبقى شهاده يعني، محمد مرجان ده شعله نشاط، عامل اداء في الاهلي، عامل حاله كويسه اكثر من رائع، قادر يربط المجلس، قادر يقفل عليه، قادر الحقيقه ادي اداء جيد. هل ده راضي حضرتك؟ بص، هو يمكن الفتره الاولانيه اللي كان فيها محمود طاهر كان عنده بعض القلق شويه لما جه بعد مجلس جديد، فكان عنده قلق في الاول، ظبط نفسه، عمل بطولات، عمل انجازات في النادي. نفس المشكله كانت مع الخطيب اول ما جه، كان عنده بعض المشكلات سواء في الانشاءات او في النادي او في فرقه الكوره،
فالخطيب قدر يخرج من الكلام ده بسرعة. دلوقتي بقى النادي الأهلي، لأن أنا بتكلم بصفتي ابن من أبناء النادي الأهلي، بقى النادي الأهلي من أقوى الأندية اللي موجودة على الساحة الإفريقية. النادي الأهلي رجع تاني، وأنا برضو مع الناس اللي هي بتقول النادي الأهلي هو كرة بس. طبعا النادي الأهلي هو كرة بس، إنما لا نقصد بحق الـ 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 الألعاب الأخرى اللي بتحقق لمصر نتائج كبيرة جدا. لكن الكرة هي زي ما بيقولوا إيه، الفاكهة الحلوة اللي بتبقى على في الأول. فالخطيب دلوقتي قدر إن يعمل فرقة كرة كويسة، قدر يجيب مدرب على مستوى عالي جدا جدا جدا، مدرب ذكي جدا وهادي جدا، وبيقرا المباراه، ودي كمان مش اي مدرب يقراها، يعني بيقرا المباراه كويس قوي، بيعرف يغير كويس قوي، بيعرف الروتيشن بيعمله بينه وبين اللعيبه بينهم وبين بعض. فبصراحه انا دلوقتي بقول بهني الخطيب، ويكفي النادي الاهلي في الاستقرار يعني في كل الظروف. كابتن الخطيب نفسه قدر حضرتك يدير الترابيزه باحترافيه كبيره، يعني مهم ان ترابيزه الاهلي دايما تبقى هاديه، قفل على نفسها، ملف لكل واحد، ادى الشباب ان هي تمسك بطولات، ادى العمري الملفات الانشائيه، ادى مرتجي الملف الخارجي، الملف المالي للدرندلي مش فيه بشكل كويس، مش هو لعيب، مش لعيب، ما هو اللعيب بيعمل كده، مش بيهندس في الملعب. الخطيب بدا خلاص فهم القصه كلها ايه، وبدا يوظف كل واحده في الحته بتاعته، بدا هو يسيطر على حاجات معينه، وعارف ايه اللي هو محتاجه وايه اللي مش محتاجه، والمجلس مساعده كمان على الكلام ده كله. بس هو بيبذل مجهود زياده قوي قوي يعني عشان الاستقرار اللي هو وصل له ده، طبعا كان محتاج مجهود كبير قوي، والحمد لله وصله. في ساعات محطات بتعدي على كل رئيس للاهلي، محطات بتبقى صعبه، زي المحطه الاخيره والتفاوض مع رباعي الاهلي شريف اكرامي، وليد سليمان، احمد فتحي، وحسام عاشور. رحيل الرباعي او ثلاثي من الرباعي مره واحده، والنادي الاهلي الحقيقه برضه عشان نكون محقين، يعني النادي الاهلي ادى لكل واحد العرض اللي يستحقه، النادي الاهلي لم يبخل، ولكن في نهايه المفاوضات رحل ثلاثه من الاربعه. نعم. شايف حضرتك ان دي يقف عندها النادي الاهلي ولا لا يتاثر؟ بص، هي سنه الحياه، كلنا بطلنا، وكنا وانا واحد من الناس الحمد لله بطلت وانا في عزي، كان فاضل لي العب سنتين كمان، قلت لا خلاص، انا اقول للجمهور اللي هو شالني طوال السنين دي كلها اقول له شكرا قبل ما هو يقول لي شكرا. فاللي حصل في النادي الاهلي، وده حصل قبل كده مع طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمود طاهر وربيع ياسين، صح، وحصل مع حسام حسن وابراهيم حسن. فانا شايف ان اكرامي شريف اكرامي اخذ قرار صح، لان الراجل عاوز يلعب، من حقه ان يمشي، والنادي الاهلي قال له اللي انت عايزه ايه وعملها. وانا مع ان انا متصور كنت شريف اكرامي يبطل في النادي الاهلي، ما يبطلش بره النادي الاهلي. وليد سليمان ممكن ياخد السيزون اللي جاي. احمد فتحي، ودي برضو انا عاوز اتكلم فيها واقول ان بقى في احتراف، بس انا كان من جوانا كابن من ابناء النادي الاهلي كنت اتمنى ان احمد فتحي يبطل في النادي الاهلي، لكن هو ادى اللي عليه للنادي الاهلي سواء بطولات، وراجل كان راجل في كل شيء، انما هو اختار لنفسه. وعاوز اقول حاجه، يمكن اللعيب لما بيبطل النجوميه بتبعد عنه بصوره كبيره قوي، ويبقى حياته وبمعنى صح حدش بيسال فيه، ويبقى حياته هو عامل بلان لحياته، هل هو هيشتغل في الاداره، هل هو هيشتغل في الكوره، هل هيشتغل في الاعلام. فانا شايف ان احمد فتحي احنا طبعا احنا بنوجه له الشكر، وبنقول له انت اديت اللي عليك في النادي الاهلي، وربنا يوفقك في الكام سنه اللي انت هتلعبهم الفتره اللي جايه ديت، مع اني كنت اتمنى انك تبطل في النادي الاهلي. كلام لعاشور برضه، اتمنى انك تبطل في النادي الاهلي. ده لحسام عاشور. لحسام عاشور، لو حضرتك صاحب قرار في ملف رمضان صبحي، تجدد لرمضان صبحي حتى لو الارقام كبيره، ولا تدي له فرصه للاحتراف بره وتدور على اوراق اخرى؟ لا، انا ادي له فرصه انه يحترف بره. يحترف بره، يحترف بره على طول، لان رمضان صبحي لعيب كل سنه هتشوف منه حاجه جديده. صح. رمضان ده السن اللي يقدر يلعب بره، زي ما صلاح طلع لعب بره، زي ميدو ما طلع لعب بره، زي لعيبه كتير، هاني رمزي، زي عبد الظاهر السقا، زي احمد حسن، في لعيبه احترف زي زيدان، في لعيبه كتير قوي احترفت من بدري. فده يفرق معاه كتير قوي. فانا شايف ان رمضان صبحي رمضان صبحي يطلع يحترف. انا بضم صوتي لصوت الكابتن مصطفى في مساله رمضان، ان الافضل لرمضان اكيد كده. والحقيقه نجح مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يعمل فريق قوي في وجود فايلر. نرجع نكمل ملفاتنا. لا بس هنا في نقطه هنا قبل ما نختم دي. لا اتفضل. رمضان صبحي هيفيد النادي الاهلي، اه، انما هو مش هيستفاد.
فنيا. وهو موجود في الاهلي؟ وهو موجود في بشصفات فنيا هو الدوري عندنا ضعيف قوي، خلينا نتكلم بصراحه. بس رمضان يا كابتن مع المنتخب الاولمبي الاهلي فاده بشكل كبير، رجعوا المنتخب وخلاه ياخد بطوله كويس. بس انا بقول لك رمضان صبحي في الفترات اللي جايه دي هيفيد النادي الاهلي ويفيد النادي الاهلي كويس قوي، بس هو فنيا مش هيستفاد. هو رمضان صبحي ده الفتره الزمنيه اللي لازم يطلع يحترف فيها بره عشان ياخد على جو الاحتراف، جو الاحتراف غير مصر خالص. صح. فأتمنى إن شاء الله إنه ياخد القرار الصح وربنا يوفقه يا رب إن شاء الله. نرجع نتكلم بقى عن كابتن مصطفى عبده، ابتدى في الأهلي إزاي وختم إزاي ورحلته ومشواره مع نادي الأهلي وبالأخص مع الكابتن صالح سليم وعلاقته بالكابتن حسن حمدي بعد الفاصل. مجلس اداره نادي الزمالك، ومعلش يا جت اتاخرنا شويه، بنقول لك مبروك على رئاسه النادي. شكرا يا مصطفى. كابتن مورا، لو جينا اتكلمنا عن مباراه الاهلي والزمالك اللي هي مباراه القمه، تقييمك للشوط الاولاني؟ يعني هو الشوط الاولاني واضح ان ما فيش فاعليه للهجوم من الفرقتين، واللعب محصور في وسط الملعب، وان امتاز الزمالك شويه في بيهجم اكتر من الاهلي، لكن قطعا المستوى الفريقين مش الاهلي والزمالك. ولكن مع هذا فرص الاهلي اخطر، وكان على الجول شكله اخطر، هجمات مرتده للزمالك قليله جدا برضو، ولكنها برضو خطيره. انما الفريقين اللعب كله منحصر في وسط الملعب وفي المؤخره. لكن انا بقول يمكن النهارده برضو ميزه كبيره جدا، او انا مبسوط ان الفريقين دفعوا بعدد كبير من الناشئين، وطبعا كل ناشئ بيبقى فرصه عمره ان هو بيلعب في ماتش زي ده. الاستاذ حمدي النحاس رئيس رابطه النقاد الرياضيين في مصر، اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ حمدي. لو جينا اتكلمنا وتقول لك قيم لنا الشوط الاولاني بموجز بسيط، تقول لي على المباراه. هو انا يعني انا في رايي ان الشوط الاولاني المستوى الفني لا يتناسب مع مكانه الفريقين واسم اللعيبه والمكانه الكبيره لكل منهم. كان عباره عن هجمه هنا وهجمه هنا دون حكمه او دون تروي. التسديد على الجون ما كانش في المستوى المناسب الا بكورتين ثلاثه اربعه بالظبط، اخطرهم كره مشير حنفي كان في اخر الشوط الاولاني. خساره ايه النهارده؟ خسرت بكره تكسب. والله طبعا الرياضه عامه كده، بس الواحد حزين ان النهارده كان عندنا فرصه كبيره قوي ان احنا نكسب الماتش، او على الاقل الفروض ان احنا نتعادل، لكن حظنا كان سيء جدا لدرجه ان الكره الوحيده اللي جت لنا في الوقت ده هي اللي دخلت جون. يعني بعد طبعا لما دخل فينا جون جت علينا كذا فرصه تاني، لكن هي دي الكره الوحيده اللي جت لهم في على مستوى مثلا لحد ما جابوا الجون بتاعهم الاولاني. ما زلنا حتى الان متصدرين ترند رقم واحد في مصر بفضل الله الحمد لله. كابتن ايمن يونس اول مره اشوف له الصوره دي، يعني كابتن هشام كان عرفته، كابتن ايمن والله ما عرفته. هو حاسب نصر بقى. نصر عمال يدلع فيا وانت عمال تدلع فيا، بس ما اعرفش ايه هيروقه يا كابتن. مش هيحاسبه. انت مش عارف العلاقه يا كابتن اللي بينهم ده. كابتن ايمن هيروقه. بس كابتن ايمن والله من الشخصيات الجميله قوي. لا ايمن شخصيه جميله قوي 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 بصراحه، شخصيه محترمه بس بيتفلسف كتير. تحليل. بس شخصيه شخصيه جميله جميله. انا اشتغلت معاه الحقيقه، واحد من نجومنا هنا. لا شخصيه محترمه. نخش على مشوار حضرتك في النادي الاهلي بقى، ابتدى ازاي وانتهى ازاي؟ انا بدات في نادي شمال القاهره، كان سني 18 سنه ونص، بلعب النادي الاهلي تحت 21 سنه.
النادي الاهلي جه يلعب على الملعب بتاعنا شمال القاهره وكسبان 2-0 وانا كنت لسه كان سني اقل من الفرقه اللي انا بلعب معاها. هو كابتن انا اسف في السؤال يعني حضرتك لما ابتديت كنت ماديا الامور كويسه الدنيا الحمد لله الظروف. متوسطه يعني زي الناس العاديين يعني فالحمد لله يعني كره نقلت حضرتك ولا اوريدي الامور كانت ماشيه لا الكره طبعا اكيد نقلت نقله بس مش بالنقله اللي انت كنت متخيلها يعني الحمد لله الوالد كان موظف في الكهرباء وليه اخواتي كلهم متعلمين الحمد لله ليه دكتور سعيد كان رئيس قسم الجغرافيا في جامعه عين شمس كليه البنات اخويا الكبير مهندس اخواتي البنات كله متعلم الحمد لله الحمد لله فكنت بلعب في نادي شمال القاهره كان سني 18 سنة ونص وجي النادي الاهلي بيلعبنا وكان الكابتن مصطفى حسين هو اللي ماسك فرقه 20 سنه هو الكابتن فتحي نصير وكسبنا 2-0 نزلت الشوط الثاني كنت بقى رفيع قوي كده بقى لك ايه ده اللي نازل ده نزلت عملت جول وجبت الجول بتاع التعادل فالكابتن مصطفى حسين قال لك انا عاوز الولد ده كان مدير النادي عندنا اسمه محمد عبده الله يرحمه ويحسن اليه فقال له انا عاوز الولد ده قال له اصل نادي الترسانه متكلمين عليه تقولش عروسه مثلا متكلمين عليها فقال له لا ده نادي الترسانه قال له لا مفيش حاجه اسمها نادي الترسانه انا هاجي لكم بكره المنطقه دي كان في واحد اسمه الله يرحمه محمد الدستوري وعبد الجواد كان محمد سيد احمد اللي هو كان رئيس المنطقه يعني فاكر الناس دي كانت ناس طيبه قوي فروحت فلقيت الكابتن مصطفى حسين قاعد ومحمد عبده ده كان واخدني معاه اللي هو كان سكرتير النادي وكان المهندس عبد المجيد رضوان هو رئيس النادي ساعتها يعني فلقيت الله يرحمه محمد عبده بيقول لي امضي هنا في الاستماره امضي ايه ما اعرفش حاجه قال لي امضي هنا في الاستماره فمضيت لان كان في ثقه بيني وكان بين الوالد وبين الله يرحمه محمد عبده فمضيت قال لي برضوك انت بقيت في النادي الاهلي طيب نادي شمال القاهره هياخد ايه خد ثلاثة طقم تيشيرت واربع كور وكور صح. مستعمله مش هقول لك مثلا كور جديده دي كانت صفقه العمر بالنسبه لنادي شمال القاهره رحت بعد كده النادي الاهلي النادي الاهلي بقى ايه تقلبات كانت بتحصل فيه الكلام ده 70 71 كانت الكوره واقفه عشان كانت حرب 67 وقبل 73 كان لسه ممكن يعني كان بقى في دوري الناشئين نلعب شويه نستنى مش عارف ايه فرحت اول تقسيمه ليا كان الكابتن مصطفى حسين اتمرنا حوالي الساعه 3 العصر وخلصنا حوالي الساعه 5 فجم قالوا له الفريق الاول كان الكابتن ابو غيده والكابتن الشربيني والكابتن احمد ماهر والكابتن حسن حمدي كابتن طه اسماعيل قبل ما يبطل كل النجوم دي كانت موجوده فقالوا له احنا كابتن مصطفى عاوزين لعيبه من عندك نكمل بيها التقسيمه وتكون قاعده معانا عشان لو حصل اي حاجه يعني فالكابتن مصطفى حسين قال لي ما تروحش انا خلصت التمرين وخدت الشنطه وطلعت قعدت في المدرج واتفرج على التقسيمه ملعب فيه 20,000 متفرج انا كل ده قاعد زي ما اكون في حلم في النادي الاهلي قعدت في المدرج وكل ده اقدار وفعلا يقول لك الرزق فين بتاع ربنا طبعا فلقيت الكابتن مصطفى حسين قبل ما يبداوا التقسيمه بحوالي ربع ساعه قال لي انزل ايه اتفقت مش عارف ايه قلت له ايه يا كابتن انا هو قاعد هنا اهو قال لي لا انزل خش كان الكابتن همامي هو اللي ماسك الفرقه فدخلت على الكابتن همامي قال لي اقلع يلا البس واداني رقم 17 لذلك انا قررت بعد كده البس سبعه لان السبعه دي وشي فل عليها كويس يعني فقال لي اقلع يلا هتلعب كان الكابتن حسن جبر هو اللي هيلعب في الحته ديت وانا ما كنتش بلعب في الحته في الوينج ليفت فالكابتن حسن جبر ما جاش فمدينا فهنا اللي هتلعب في الوينج ليفت طبعا لا هقول لا ولا هقول اي حاجه انا بلعب مع ايه مع نجوم وشايف جماهير النادي الاهلي دي وبالليل والله العظيم سيف حلم فعلا فنزلت اول 10 دقائق من التقسيمه الكوره ما بتجيليش وانا عمال اجري رايح وراجل جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما في كوره اتلعبت لعبها لي مشير عثمان مشير لعبها لي من الرايت للليفت فعاوز اوقف الكره بشمالي واخدها على جوه فالارض منديه بالليل فرجليا اتزحلقت فرجليا اتفتحت فالكره تقوم جايه على وش رجليا اليمين وتقف كابتن ابو غيده يكمل بره عشان كده انا بقول لك انا ليا مع الكابتن صالح كذا محطه فرقت معايا في حياتي ان الكابتن صالح ده اللي ما اتعاملش مع الكابتن صالح سليم ما اتعاملش مع اي حد تاني في النادي الاهلي فالكره وقفت على وش رجليا كل ده بالصدفه وقفت على وش رجليا اليمين
قمت واخدها وداخل على جوه وشايط جت في القائم وطلعت. الجمهور قاعد يهيص ويضحك بتاع كده. مين اللي بيتفرج على التقسيمه دي واقف بره ده على مدرج جنب المعصوره؟ كابتن صالح سليم. لقيت كابتن صالح سليم بيعمل لي كده. فصالح سليم قال لي اطلع كلم كابتن صالح. فلفيت وطلعت للكابتن صالح. كابتن صالح كان ليه بصه كده لما بيبقى زعلان من حاجه تلاقيه يكشر تكشيره جامده قوي. قلت له نعم يا كابتن. قال لي اللي انت عملته ده مع كابتن فؤاد ابو غيده ده تعمله في الشارع ما تعملش هنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي الكبير لازم يحترم الصغير والصغير لازم يحترم الكبير زي ما الكبير بيحترمه. لو مش عاجبك كلامي الباب هو يفوت جمل. نفس اللفظ كده. انا كل ده سامع في وش مش انا مش مركز انا كل ده في حلم. فقلت له حاضر يا كابتن خلاص. فبلف عشان امشي قال لا لسه ما كملتش كلامي. قلت له نعم يا كابتن. قال لي هتنزل تكمل التقسيمه ولا هتبقى هتنزل تعمل زي البنات في الملعب وبتاع ومجرد انت تقمص مش تقمص؟ قلت له لا. قال لي هتأدي كويس؟ قلت له هأدي كويس. ودي كانت بدايتي مع في النادي الاهلي وبدايتي مع الدرجه الاولى وانا كنت لسه ما بداتش مع الناشئين حتى. بعد ما خلصت التقسيمه دي عملت تقسيمه كويسه قوي وجبت فيها جولين. يعني كان ربنا موفقني قوي في التقسيمه دي اعمل اي حاجه ماشيه ما هو ربك بقى لما بيعوز بيدي. صح. خلصت التقسيمه ديت ودخلت اخدت الشاور بتاعي وانا طالع من غرفه الملابس لقيت الكابتن صالح حسين بيقول لي انت فين؟ مش عارف ايه؟ الكابتن صالح عايزك. قلت له الله هو النهارده يوم الكابتن صالح ولا ايه؟ قال لي كان الكابتن صالح في اوضه الكوره خلص يلا عشان تروح له بتاع. المهم خلصت وبتاع فباجي اخد الشنطه الكابتن صالح حسين قال لا سيبها دلوقتي سيبها. خرجت مع الكابتن صالح وانا خارج من غرفه الملابس انا والكابتن صالح احنا في المبنى الاجتماعي الثاني ما كانش حد يجرؤ من اللعيبه انه يروح ولا الجنينه الثانيه كان في صاله راتب والجنينه الثانيه هنقعد فيها انما اللاعبين ممنوعين يروحوا الجنب الثاني. فالمهم الكابتن صالح قام واخدني وخرج بيا من غرفه ما بيتكلمش وقام حط ايده على كتفي وفضل ماشي يا سيف من عند اوضه الكوره انت طبعا عارف السكه لحد المبنى الاجتماعي اللي في الجنب الثاني اللي على النيل ما بيتكلمش والناس عماله تسلم عليه ومش عارف ايه وانا ماشي صالح سليم حط ايده على كتفي. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا ترى هو كابتن صالح سليم واخدني عشان يخرجني من الباب اللي هناك طب شنطتي اللي هنا؟ لحد ما دخلنا وطلعنا على التراس اللي فوق نزلت لقيت الكابتن مصطفى حسين مستنيين تحت فالكابتن مصطفى حسين قال لي ما تمشيش تعالى معايا قلت له ايه يا جماعه في ايه؟ فالمهم خرجت مع الكابتن مصطفى حسين رحنا لحد المبنى الثاني فلقيت خدني للخزنه فبيقول للحاج حلمي عبد الرازق الله يرحمه قال له الكابتن صالح بيقول لك اعمل له مكافاه. عمل لي مكافاه. كانت مكافاه كبيره قوي في الوقت ده. خلصت ورحت وجيت وبتاع انا اتاخرت في البيت فالوالد انا لما اتاخر الي هو الوالد والوالده الله يرحمهم محسن يوم الاثنين كانوا يحبوني قوي. مش يعني مش عن اخواتي لا يعني كان ليا معزه يعني. قال لي ايه اللي اخرك؟ فحكيت له قصه قال لي لا 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 انت بقى تقعد بكره تستناني لحد ما اجي اخلص الشغل واجي لك عشان اعرف القصه دي فيها ايه. فحكيت له القصه كلها بالكامل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي يا ابني خلي بالك النادي الاهلي ده نادي وصايته وبتاع. قلت له لا 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 انا هروح النادي الاهلي وهلعب في النادي الاهلي. قال لي روح ربنا يوفقك. رحت لعبنا الناشئين وبتاع والكلام ده كله انا بختصر لك الكلام ده كله. لعبنا الناشئين وبتاع تحت 21 سنه مع كان زيزو صفات عبد الحليم وفتحي مبروك ومصطفى يونس وكان الدكتور حسام البدراوي ويحيى بهجت وبدر توفيق وعبد الله كان مجموعه كبيره قوي. كان في بيلعب اساسي في الفرقه دي كان جلال عبد الرازق. المهم قالوا لي في تمرينات مع الفريق الاول عشان هتسافروا ليبيا. اسافر ليبيا ايه؟ انا لسه ما لعبتش مع الفريق اللي 20 سنه. المهم سافرت ليبيا وكان ماسك منتخب ليبيا في الوقت ده هناك كابتن محمد عبد الصالح الوحش كان بيلعب الكابتن عصام عبد المنعم والكابتن عادل طعيمه في ليبيا. فلعبنا ماتش في طرابلس وماتش في بنغازي. كابتن عبد الصالح هو اللي ماسك منتخب فانا رايح معاهم احتياطي تكمله عدد. فقاعد في الماتش الاولاني في طرابلس ضد اهلي طرابلس فاخر 10 دقايق لقيت الكابتن ميمي عبد الحميد ربنا يديله الصحه بيقول لي يلا قوم سخن. كان معانا الكابتن احمد مكاوي كابتن مراد نديم والدكتور نادي السويله. كنا مغلوبين 1-0. نزلت عملت جول التعادل وعملت كره كويسه وبتاع وخلص الماتش 1-1. فكابتن احمد مكاوي قال لي برافو عليك ومش عارف ايه خلي بالك انا كنت بلعب اول ما جيت راس حربه بقى مره لعبوني في الليفت مره لعبوني في الرايت. فالمهم
خلصنا الماتش الاولاني ولقيت الكابتن عبد الصالح وحش انا طالع على الغرفه فوق جه مسلم عليا بيقول لي برافو بتاع انت اسمك ايه وبتاع قلت له اسمه مصطفى قال لي سنك كام سنه قلت له 18 سنه ونص قال لي لا لا برافو عليك خلي بالك خلي بالك من نفسك الماتش الثاني كان مع اهلي بني غازي ونزلت الشوط الثاني كنا مغلوبين 1-0 نزلت جبت جول وعملت جول عملت ماتش كويس قوي يعني ده كان مع حضرتك كابتن خطيب وكابتن زيزو في لا 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 كان الكابتن زيزو كان في دوره البحر المتوسط في ازمير في تركيا كان لعيب تقيل يا كابتن لا كابتن زيزو ده لعيب يعني مع ان هنا انا جيت في وقت من الاوقات عمال افكر طب انا بلعب مع زيزو زيزو بيلعب جنبنا جنبي ومهاره ومكر في الملعب انا ما شفتش لعيبه كده كده بصراحه كابتن زيزو مكر طبعا وفي نفس الوقت جنبي لعيب تاني مهاريا ما فيش بعد كده طب انا يعني انا هنافسهم بايه بالسرعه ما ينفعش انافسهم بالسرعه فزيزو انا كنت بلعب جنبه كان انا كان بيرقصني وانا في الملعب وانا زميله يعني مثلا يعمل نفسه هيديني الكره ومفوتها ومعدي لنفسه ضرب الديفنس طب نساله بقى كان بيعمل الحاجات دي ليه كابتن زيزو مساء الخير مكر يا كابتن ده انا اطيب شخصيه في الوسط الرياضي المكر ده جه امتى في الملعب لا ما هو المكر في الكوره ده وفي الحروب ده بيبقى حاجه ايجابيه ومطلوبه يعني كابتن زيزو الاول عايز اشكرك على الاستضافه الجميله بتاعت كابتن مصطفى عبده ربنا يخليك مصطفى ده بالنسبه لي مش بس مجرد زميل ده مصطفى زميل وصديق واخويا العزيز جدا جدا ومش اخوانا الواحد اخ لكل الناس لان مصطفى طبيعته الانسانيه غالبه عليه في كل حاجه قلبه طيب بدرجه يعني غير عاديه ربنا يخليك كابتن زيزو والناس كلها بتحبه جدا وعايز اقول له ايش يا كده يا درش يعني لا بعد خيرك طبعا ربنا يخليك والله ربنا يحفظك ويبارك الله يخليك كابتن زيزو كنت جيل كبير يا كابتن يعني حضرتك كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبده انتوا ثلاثه في الملعب اسامي كبيره برضه والله بص يا سيف هو النادي الاهلي بصراحه يعني ولاد النجوم بصراحه يعني الجيل بتاع الستينات هتلاقي فيه نجوم كتير قوي جيل السبعينات نفس الموضوع جيل الثمانينات جيل التسعينات ما فيش جيل مر على النادي الاهلي الا لما تلاقي فيه الحته دي وبرده في الانديه الكبيره يعني انما في النادي الاهلي نجوميه اللعيب الحقيقه بتبقى قويه جدا لتاريخه لبطولاته لجماهيره العريضه جدا فالحمد لله دي نعمه زائد ان احنا بصراحه كلنا بنمشي على نهج واحد بس بيبقى عندنا النادي المقام الاول ان احنا نبقى مخلصين ليه جدا ودي الحقيقه كانت بتنفعنا جدا لانها بتستمر معانا حتى بعد الاعتزال كل الحقيقه يا كابتن الحاجه اللي تحسب لحضراتكم كلكم حضرتك كابتن مصطفى كابتن خطيب كابتن حسن حمدي كلكم بتتكلموا لهجه واحده بما يخص النادي الاهلي نادي ربنا عليه في النادي يا فعلا دي حقيقه هو ده اللي ربنا عليه في النادي فعلا دي حاجه دي حاجه فعلا حاجه موجوده فعلا فينا كلنا فعلا يعني لان احنا بقول لك زي ما بقول لك احنا اتربينا على اسس اي حد بيخش النادي الاهلي حتى النجوم الكبيره اللي جت لعبت زي جمال عبد العظيم زي مثلا محسن صالح زي طارق الشيخ النجوم الكبيره اللي جت لنا زي مختار كل جمال عبد العظيم مجرد ما بيدخلوا النادي الاهلي تبص تلاقيهم اوتوماتيك دخلوا في السيستم بتاع النادي الاهلي وتاثروا بيه كتير قوي بالنظام بتاع النادي الاهلي فدي كانت بتريحنا جدا وبتخلينا كلنا حتى يعني علاقاتنا بتتطور بشكل كويس قوي وبتظل الحمد لله على طول يعني يا رب تفضل علاقات كلها كويسه يا كابتن وربنا يديك الصحه ودايما تفضل علاقاتكم وانا سعيد قوي ان الكابتن مصطفى موجود معاك ربنا يخليك منور فعلا الشاشه ومصطفى نجم كبير قوي 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 ويعني انا سعيد قوي قوي ان هو النهارده موجود وربنا يديك الصحة يا مصطفى كده الله يخليك يا أبو زيز ونسعد بيك ودايما تبقى البسمة الحلوة اللي تبقى موجودة على وشك دي تفضل موجودة على طول الله يخليك يا حبيبي انت بتسعد ناس كتير قوي بخفة دمك وبروحك الحلوة وبطيبة قلبك يا مصطفى والله انت بتدوني حق بتدوني حق أكثر من حقي فأنا بشكرك يا زيزو و لا والله يا مصطفى دي حقيقة والله ربنا يخليك يا زيزو تحياتي للأسرة كلها كل سنة طيبة يا كابتن زيزو وأنت طيب يا حبيبي تسلم على وجهك وربنا يحفظك أشكرك يا كابتن شرفتنا ونورتنا بشكر حضرتك شكرا كتير بشكرك شكرا جزيلا دخلت حضرتك بقى في الفيرست تيم بس أنا هنا شايف مشهد غريب شوية كابتن حسن كابتن الخطيب في لقطات كابتن حسام حسن كابتن شوبير أنا لعبت مع أربع أجيال الحمد لله يعني أنا اللي كان فارق معايا في الأول محسن صالح
لما محسن صالح بطل انا تعبت فتره من الفترات نفسيا، تعبت نفسيا لان محسن جه عليه فتره من الفترات بتاني هو نبص لبعض عارفين احنا عايزين ايه. بعد ما محسن بطل انا قلت هبطل، انا عايز العب كوره، فبدات ادور مين اللي ممكن يحل محل محسن صالح. لقيت الجزئيه دي في خالد جدالله، فمتصاحب على خالد جدالله قوي، وخالد جدالله لعيب كويس قوي قوي يعني، ولعيب بيفكر في الملعب وبيقرا الملعب كويس قوي، فقربت من خالد جدالله قوي وهو قرب مني قوي. فقال لك ايه مصطفى عبده لعيب اساسي في الفرقه، فانا عايز ابقى اساسي لازم اربط نفسي بمصطفى عبده. فبدات بقى في دويتو بيني وبين خالد جدالله. خالد جدالله قعدنا فتره طويله جدا، ويمكن في جول من الاجوان اللي احنا عملناها اللي انت محمد نصر جابها دلوقتي كان في الكويت بره. فده الجول، ده الجول اللي بقول لك عليه ده، متفقين انا وخالد جدالله ومتفقين انا والخطيب على الكره دي بالذات، لان عملناها اكتر من اربع خمس مرات ما جاتش بالحلاوه اللي احنا عملناها دي. فبعد ما خالد جدالله دخل على ما كملش معانا هبطل، لا انا عايز العب كوره. فبدات ادور مين اللي يحل محل خالد جدالله. ما هنا بص يا سيف، هنا اللعيب اللي عاوز يلعب اخر جيل مين يا كابتن؟ اخر جيل حسام حسن. حسام حسن حسام حسن ده انا شايف كوره كابتن شوبير لعبها لحضرتك ايد ورجل، حضرتك رحت بالجول. ما شوبير انا يعني لعبت مع شوبير، وشوبير من الاجوان اللي انا هتكلم عليها، هو واكرامي وثابت البطل. يعني انا بقول ان كان من حظ النادي الاهلي اللي جه ثلاث حراس مرمى على مستوى عالي جدا. لعبت مع الثلاثه كابتن؟ لعبت مع اكرامي طبعا، حارس مرمى ما يتكررش في تاريخ الكره المصريه. ثابت البطل كان حارس مرمى ممتاز، وكان شخصيه وكان راجل. كل حاجه عاوز تقولها على ثابت البطل الله يرحمه تقدر تقولها. شوبير يعني في مره جيت بقول لشوبير يا شوبير انت هتعمل ايه مع الاثنين دول؟ ايد ورجل من الجول لجول جول. جيت اقول له يا شوبير هتعمل ايه مع الاثنين دول؟ انت قدامك 50 سنه عشان تلعب. فقال لي انا، عشان كده سموه ايوب الكره المصريه. قال لحضرتك ايه بقى؟ قال لي انا صابر وهلعب. الحاجه الكويسه اللي في شوبير ان كان عنده عزيمه واراده، كان يتمرمر. لسه عنده يا كابتن؟ لا هو لا لسه موجود، ودي موجوده فيه، ودي اللي ساعدته ان هو لعب. ربنا يديله الصحه. امين يا رب. ووصل وراح كاس العالم وربنا وفقه ان شاء الله. رجعنا من ليبيا حصل كره بقت تقف شويه، يقول لك هترجع؟ لا مش هترجع الكلام ده. قلت لا سيبك من الكوره بقى، قعدت في البيت. قعدت في البيت حوالي يجي شهر، لا بروح النادي ولا في اي حاجه، ولا خلاص يعني نفسي اتسدت. لحد ما الاستاذ كمال عبد العال كان اداري الفرقه عندنا، كان هو الله يرحمه عبد البقال. لحد ما جالي البيت الساعه 12 بالليل في يوم كان شتاء جامد قوي. فقال لي انت فين؟ مش عارف ايه. قلت له خير، حتى الوالد عندي اتخض قوي. قال لي في ايه؟ قال لي كابتن عبد الصالح وحش جه من ليبيا وعايزك ضروري وهتيجي معايا دلوقتي. فالوالد قال له لا ما عنديش حد بيبات بره البيت، انا لحد ما بطلت كوره غير في المعسكرات بس، ما باتش بره بيتي. سواء مع ابويا وامي او مع مراتي الله يرحمها والبنات. فالوالد قال له هيجي لك بكره الصبحيه. فالمهم رحت تاني يوم الصبحيه لقيت الكابتن عبد الصالح وحش مجتمع بكل الدرجه الاولى كلها. ومره واحده بيقول لي قدامهم كده انت هتلعب معايا واساسي، ما عنديش كلام تاني. وفي ايه يا جماعه؟ كان في ابراهيم عبد الصمد وعادل الجمال ومحمود عبد الحي وشريف مدكور ومشير عثمان فرقه. وسمير حسن، دكتور سمير حسن، وكان كابتن الشربيني واحمد ماهر وحازم كرم وكابتن عصام عبد المنعم، نجوم كتيره قوي. فقال لي انت هتلعب اساسي عليهم، ودي كانت البدايه بقى اللي انا بدات العب مع النادي. قدامي دي يا محمد نصر حضرتك قرص عليا في فاصل، حضرتك بطلت كام سنه؟ بطلت 35 سنه. 35 سنه عن رضا وانبساط وسعاده. انا اللي قلت عاوز ابطل، وحته برضه التبطيل دي معلش يا نصر قبل الفاصل بس عشان عارف انت بتزعل. زعل الكابتن بقى واطلع فاصل، زعل الكابتن واطلع فاصل يا نصر. في ايه؟ لا كابتن معاك اتفضل. طيب فجيه مجله الاهلي. كانت ضغط عليا شويه قوي ان انا اعتذر. كان اثنين من كبار النادي الاهلي في المجله يعني. فقال لك الكباتن الكبيره بيدوروا على دفاترهم القديمه. فدي زعلتني قوي. الكلام ده سنه 82. فقمت رايح للكابتن صالح بكلمه قلت له انا عايز اقابلك. فقابلته في المكتب، قابلني في المكتب وبتاع، قال لي ايه خير في ايه؟ فقلت له يرضيك مجله الاهلي تعمل كذا 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 كذا. قام بص لي قال لي انت عاوز تلعب كوره لسه؟ قلت له قال لي سيبك من المجلات دوس عليها واطلع روح اتمرن
وانت اللي هتلعب. مدرب مش مدرب، احرج المدرب واحرق واحرج مدير الكوره واحرج رئيس النادي اللي انا هو بكلمك والعب. كل مدرب يجي بعد كده يا سيف من 82 بعد الكابتن جوهري، يجي بعد كده المدرب الانجليزي لعبت حضرتك معاهم كلهم اساسي اساسي. لا ما كل مدرب كان بيجي يقول لك انا عاوز اعمل تيم جديد، اعمل يا عم تيم جديد. مع الكابتن جوهري اول ما جه كان في الاول احنا بعد الكابتن عبد الصالح كان في هيدوكوتي. افضل مدرب يا كابتن؟ ما انا لا هو في مدربين كلهم هقول لك. طب افضل اثنين؟ اثنين هيدوكوتي وكان في كابتن جوهري. كابتن جوهري كابتن جوهري كان مدرب انا شايف من المدربين اللي ضاع حقهم في تاريخ النادي الاهلي. لان كابتن جوهري مدرب عنده عزيمه وعنده صبر بطريقه غير عاديه. فبعد ما مشي هيدوكوتي جه كولوتشاي وعاوز يقعدني، لعبت غصب عنه كل ده بمستوايا في الملعب. مشي كولوتشاي جه الكابتن سايس قعدت ولعبت والكابتن سايس مشي. جه المدرب الانجليزي عاوز افتكر اسمه، هو كان ماسك منتخب انجلترا نسيت اسمه. فالمهم لعبت معاه هو سابنا ومشي وانا كملت. جه الكابتن طه اسماعيل، فالكابتن طه اسماعيل اول ما قعد معايا قال لي بقول لك ايه، انا لازم اعمل تيم جديد. قلت له انا تحت امرك، انا اللي بيني وبينك ايه؟ كان هو الدكتور عمرو ابو المجد. الملعب انا بتخرج يا سيف من الملعب من التمرين بتاع الكابتن طه والدكتور عمرو، بتروح ملعب الوراني اتمرن على الاوفرات وسبرنتات كل ده لوحدي من غير ما حد يقول لي اي حاجه. الاوفرات اللي انا كنت بعملها دي انا اتمرنت عليها بتجيب بتاع غرفه الملابس لوحدنا الساعه 8 الصبحيه. وبعد عامل غرفه ملابس كنت قاعد احمد عبد الباقي ابو حليجه كنت قاعده. اسمه دون ريفي المدرب؟ دون ريفي. دون ريفي دون ريفي ده من المدربين اللي ساب بصمه لي انا والخطيب. لان عرفنا ازاي نقف في الملعب، الكلام ده سنه 84. ازاي نقف في الملعب؟ ازاي نتحرك بالكوره؟ ازاي نضيع وقت؟ ازاي نتحرك وهي الكوره بتلعب؟ ازاي استلم الكوره عشان الخصم ما يخشش فيا من يعورني من ورا؟ علمني ازاي اقف استلم الكوره وانا واقف. وليه برضو دي كان ليه حاجه معايا لن انساها له. كنا بنلعب اسيك ابيجان في كوت ديفوار، فشلني من ال 18 ما لعبنيش. معلش يا نصر انا عارف انت مستعجل، فشلني من ال 18 شلني خالص يعني. فانا زعلت قلت ده بقى جاي بطلني. فبعد الماتش بيكلمني، انا طبعا كنت رافض ان اتكلم معاه. بعد الماتش لما جينا القاهره قعدنا اتكلمنا مع بعض وبتاع، فقال انا معتمد عليك في الماتش ده انت اللي هتكسبني. فيا ريت محمد نصر لو في جول الاولاني بتاع ابيجان اللعيب الباك ليفت بتاعهم يا نصر. فالمهم لعبنا الماتش ده في رمضان، كان بعد الفطار واحنا مغلوبين هناك 2-0 1-0 لازم نكسب هنا 3. فالمهم جه دين ريفي قعد يتكلم معايا وبتاع والكلام ده، قال لي انا هكسبك، انت عارف انا ما لعبتكش ليه هناك؟ قلت له لا ما اعرفش انت ما لعبتنيش ليه. قال لي لان انت استلامك للكره ده الباك ده وراني رجل محمد عامر. محمد عامر بيستلم الكره وبيلف، الباك نزل على رجليه عضه من العرقوب بتاع رجليه من الاكيلس، عضه فيها 6 شهور. وتر اكيلس. وتر اكيلس. قال لي لو انا كنت لعبت كنت خسرتك، فانت اللي هتكسبني الماتش بتاع القاهره. ولعبت الماتش بتاع القاهره عملت 3 اجوال. فشاورت له كده من بعيد بقى، فقام لافف عاوز ياخدني بالحضن. عاوز ياخدني. بعد الماتش بقى قال لي شفت انا كان كلمني؟ قلت له فعرفني ازاي استلم في الملعب وازاي اتحرك وازاي هنا وهنا وهنا. قبل ما اطلع فاصل عايز من حضرتك جمله واحده بس رد على السؤال ده لحد ما نرجع. لو بتدي الاعلام الرياضي تدي له كام من 10 لحد ما نرجع بعد الفاصل؟ لا الاعلام الرياضي بالسوشيال ميديا وكله ولا الاعلام الرياضي باكج؟ لا مش باكج، انا هقسمه. طب من غير السوشيال ميديا؟ الاعلام الرياضي الفتره الاخيره ادي له 5 من 10. 5 من 10. 5 من 10. حضرتك متابع جيد للسوشيال ميديا؟ طبعا طبعا. انا بص يا سيف انا متابع كويس لكل حاجه، لكل البرامج. البرامج الرياضيه دلوقتي بقى كل من هب ودب بيتكلم فيها. ممكن الناس تزعل مني بس كل من هب بيتكلم في الكوره، كل من هب ودب بيتكلم على الخطط، كل من هب ودب بقى عاوز يبطل من هنا. انا عشان ابطل كوره واشتغلت في الاعلام انا تلمست على ايد مدام عيشة البحراوي، استاذ مدحت زكي، استاذ محمد رجائي، رحت الفضائيه المصريه مع مدام سناء منصور بعتبرها الاعلاميه الاولى في مصر وصاحبه قرار. بعد كده رحت القناه الثانيه مع مدام مجيده قطب. خرجت بعد كده على المحور مع محطات، على المحور مع الاستاذ حمدي كنيسي،
مع دريم كنت بقى خلاص وصلت للنضج اللي انا وصلت له ده. فعشان كده انا مش عاجبني الاعلام الرياضي من قله اللي هي فاهمه في القصه بس، انما بقيه البرامج الرياضيه والاعلام الرياضي لا مش عاجبني بصراحه. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل محطتنا مع كابتن مصطفى. ده على صفحة On Time Sports مصدرين على تويتر ترند رقم واحد بفضل الله الحمد لله. أسأل حضرتك سؤال بس إجابته سريعة لأن وقتي تقريبا خلص. أوكي. الجميع توقع إن حضرتك بعد الانتخابات تروح تشتغل في قناة الأهلي، ولكن حضرتك ما رحتش قناة الأهلي، العلاقة زادت قوة مع كابتن محمود الخطيب، الإشادة زادت بمجلس إدارة نادي الأهلي، وده مشهد رائع. في علامة استفهام ها؟ علامة استفهام عند الناس اللي بتفكر كده. انا طيب. عندي انا ما عنديش. طيب بص انا عندي انا فاهم. هقول لك حاجه يا سيف، انا بالنسبه لي كنت قبل الانتخابات بفتره كان الخطيب متكلم معايا ان انا همسك اللجنه المجتمعيه داخل النادي الاهلي اللي هي بتشوف شؤون اللاعبين القدامى، بتشوف الموظفين، بتشوف العمال في النادي وبتاع، احنا بنحسن من الحاله الاجتماعيه زي باقي المؤسسات الثانيه، واتفقت معاه. فجيت في وقت من الاوقات انا اعتذرت الخطيب وخالد توحيد كلمني عشان امسك اعمل برنامج في قناه النادي الاهلي. قلت له حاضر ان شاء الله ويرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. واعتذرت له اخيرا الاستاذ محمد العدلي كلمني واعتذرت. ليه اعتذرت على قناه الاهلي؟ انا مش عاوز حد يقول لي، هتقول لي انت يمكن حساس قوي، اقول لك لا، انا مش عاوز حد يقول لك ايه فاتوره الانتخابات مصطفى عبده عشان وقف مع محمود الخطيب فاداله اللجنه المجتمعيه اشتغل في قناه النادي الاهلي. فعشان كده كنت كل مره بعتذر بلطف كده مع الناس الموجودين معايا، فده سبب من الاسباب. بعض الناس قالت لك ايه اصلي عشان الجانب المادي، انا عمري ده بيتي. انا طلب مني قبل كده عملت اعلانات للنادي الاهلي بصوتي وبيقول لي تاخد، قلت لهم انا ده بيتي، ده بيتي فعلا اتربيت فيه. الملك كابتن فتحي مبروك انا كنت بقعد انا وكابتن فتحي من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 9 بالليل قاعدين في النادي. يعني احنا نظمنا النظام الاحتراف على العالم ده كله، احنا النادي الاهلي اللعيبه كانت بتطبقه في الجيل بتاعي اللي هو كان اكرامي، احمد عبد الباقي، كابتن حسن حمدي، دكتور سمير، مصطفى يونس، فتحي مبروك، طاهر الشيخ، جمال عبد العظيم، محمد عامر، مختار، طاهر الشيخ، مصطفى عبده، الخطيب، زيزو، مختار طلع بعد كده معانا، دخل مجدي عبد الغني، وبعد كده دخل شريف عبد المنعم. ده بيتنا ما نقدرش نبعد عنه. وبعد كده قال لك طب ما دخلش ليه مجلس الاداره الانتخابات؟ انا طلب مني من مهندس محمود طارق ابقى موجود معاه. قلت له لا، اللي عاوز يدي للنادي الاهلي بيديله من اي مكان. صح. الحقيقه يعني اجابه انا كنت متوقعها ومتاكد منها، بس في بعض الناس كان عندها اعتقاد عدم وجود الكابتن مصطفى عبده في اي حاجه تخص الاهلي ان دي تغير العلاقه، ولكن انا كنت متاكد ان العلاقه دويتو قوي جدا جدا مع اثنين من رموز الكوره، كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده. الحته في النهاية الحتة الأسرية، ومدام هالة رحمها الله، وكانت الحقيقة يعني واحدة من الشخصيات المحببة جدا لعدد كبير جدا من الوسط الرياضي، وكانت هي دايما يعني أنا سألت كده واستفسرت، هي الدرع دايما لأسرة مصطفى عبده، وهي في المواقف دايما يعني كان اللي يجي عليك كانت الأمور تبقى صعبة بالنسبة له. طبعا انا بقول الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل مثواها الجنه يا رب في الايام الكريمه اللي احنا فيها دي. انا افتقدت عمري ان هي كانت كل حاجه بالنسبه لي، ربنا يخلي لي بناتي. فعلا بيقول لك اللي ما خلفش بناتي يبقى ما خلفش. انا منى ومنار عندي دلوقتي زي ما انت كنا بنتكلم، هم كل حاجه في حياتي واللي هيقولوا عليها اعمله. انما كانت مراتي عاشت معايا على الحلوه وعلى المره، وهي اللي كانت باخد رايها في كل كبيره وكل صغيره، كانت هي المرايه بتاعتي. يعني هي المرايه بتاعتي فعلا. ان انا كان بيستحمل عليك النقد يا كابتن؟ انا بقول لك انا في بعض الاحيان ان سيف كنت بعمل حلقات وانا في دريم مكسره الدنيا، اول ما اخش عليها تقول لي ايه القرف ده؟ عشان في حاجه كده عملتها محدش هياخد باله منها، ايه القرف ده؟ زي ما انا بفكرك دلوقتي وانا مروح
واروح البيت وادخل البيت طبعا كانت هي في كل حاجه هي كانت بتنتقدني منار يمكن اكتر من هاله هي ومنها بس هي كانت شخصيه قويه عليهم لا لا هي 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 كانت هي اللي عملتني بعد ربنا سبحانه وتعالى هي اللي كونت حافظت على اسمي وهي ربت البنات كانت كل حاجه من كانت ابويا وامي واخويا وكل شيء فانا الله يرحمها ويحسن اليها الله يرحمها ويحسن اليها انا احتسبتها عند ربنا وربنا يعوض عليها يعوض علينا بالخير ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها ويكرمها في جنات الفردوس الاعلى يا رب فقدت القرار بعدها شويه يا كابتن طبعا طبعا مفتقده بقول لك ربنا يخلي لي بناتي انما هي كانت شخصيه قويه جدا وكانت شخصيه مؤثره فيا في حاجات كتيره جدا ما كانتش بتجاملني شغلي بالذات ما كانتش بتجاملني لكن ده امر ربنا علينا وربنا عوضنا عنها خير يا رب ربنا كابتن يزيدك ويديك والفتره الجايه ان شاء الله باذن الله تبقى يعني الامور تبقى بالنسبه لحضرتك افضل ان شاء الله يا سيد نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل نرجع بقى ووقتنا خلص مع كابتن مصطفى عبده في حلقه الحقيقه خاصه جدا حلقه للتاريخ هسال حضرتك سؤالين كده سراع جدا اتفضل عملت في الكوره الشهره اللي حضرتك بتحبها عملت مردود مالي يرضيك لا الحمد لله اللي انا اكتسبته من الكوره حب الناس اللي هم عايشين لحد هذه اللحظه مهما دفعت فيه ملايين استحاله تعوضه فالحمد لله وكل واحد بيجي ده دي اقداره وارزاق فانا راضي باللي انا عملته في الكوره وراضي باللي انا خدته من الكوره وراضي بحب لما فنشت الكوره راضي بحب الجماهير اللي هو لسه معيشني لحد هذه اللحظه انا بتكلم عليها ديت بتكلم فيها لجماهير النادي الاهلي اللي ليها فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى انها وصلتني للي انا فيه لحد هذه اللحظه بتنصح كل حد عندك تجربه ان حضرتك بطلت في الاهلي كانت هتختلف لو بطلت في حته ثانيه مش عاوزه كلام بتبطل في القلعة الحمراء بيبقى ليك رونق تاني وبيبقى اسمك زي ما هو غير حتى لو انت بتلعب في النادي الاهلي ولعبت سنين طويلة جدا وبطلت بره النادي الاهلي ولا كأنك لعبت كرة في النادي الاهلي تقول ايه لجمهور الاهلي يا كابتن؟ اقول لجمهور النادي الاهلي كل سنة وانتم طيبين وانتوا اللي صنعتوا تاريخ النادي الاهلي فعلا انتوا اللي صنعتوا تاريخ النادي الاهلي لان النادي الاهلي بدون جمهور يبقى زي اي نادي تاني النادي الاهلي ليه مبادئ ومثل وليه حاجات قواعد كتيره جدا انما جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل النادي الاهلي فتستحقوا دائما مننا التقدير وبنقول لكم احنا بنشكركم انا بصفتي انا كمصطفى عبده ابن من ابناء الاهلي انا ما جاتليش فرصه ان انا اشكر الجماهير وبشكر سيف ان انا اداني الدعوه ان انا اقول الكلام ده انا بشكركم وانتوا طول عمركم مع النادي الاهلي انتوا السند بتاع النادي الاهلي وسند الكورة وإن شاء الله تبقوا سند لمحمود الخطيب وكل سنة وانتم طيبين تقول إيه لكابتن محمود الخطيب ومجلسه أقول له محمود الخطيب ربنا وفقك المرحلة اللي جاية أنت قدرت أولا قبل ما أقول الكلمة أنا عمري ما قلقت على النادي الأهلي النادي الأهلي في أوحش حالاته بيقدم بطولات وبيجيب بطولات إنما محمود الخطيب رجعت النادي الأهلي لمكانته لرونقه لجماهيره للكورة بتاعته وربنا يوفقك وتكمل مسيرتك على خير وهقول ايه اكتر من كده كل سنه وانت طيب يا بيبو شرفتنا يا كابتن نورتني وبشكر حضرتك وان شاء الله باذن الله دي تكون بدايه لحاجات كثيره جدا جايه لحضرتك في المجال الاعلامي في المجال العام وتكون عوده لرجوع تاريخ كبير واسم كبير اسمه كابتن مصطفى عبده تاني للمجال الرياضي وطبعا بشكر حضرتك تاني وتالت ورابع على تلبية الدعوة وبشكر منا اللي كان ليها الدور الكبير ومنار بقى انت ومنار بس منا اللي أثرت أنا بشكرك يا سيف إن أنت أتحت لي الفرصة وطلعتني من الجو اللي أنا كنت فيه طبعا بشكر بناتي على إنهم ضغطوا عليا وفعلا بشكركم إن أول ما دخلت من الباب للاستوديو حسيت أنا في وسط أسرتي وفي وسط أهلي وبشكر محمد نصر المخرج
وبشكر كل الناس اللي انا سهرتهم معايا دول، وبشكرك انت بالاخص يا سيف، وانت بقولك انت من الناس المتميزين، ربنا يخليك، الناس الهاديين، ودي بقولها كده مش مجامله، وراجل فير في كل حاجه، ربنا يخليك، خليك زي ما انت ماشي كده، ومالكش دعوه باي كلام يتقال بعد كده. الحمد لله، ونشوفك ان شاء الله احسن واحسن ان شاء الله. اشكرك، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا سيف. بضم الصوت لصوت كابتن مصطفى الحقيقه في شكر بناته ومنى ومنار. الحقيقه يعني مشوار طويل مع الكابتن منى ومنار. انا قلت منى ومنار والله. انت حضرتك منار خايف منها، هتروح هتروح لها هتروح لها. الحقيقه اليوم دور كبير جدا ان كابتن مصطفى يكون موجود معايا، وبوجه لهم كل الشكر وكل التحيه. تربطنا طبعا بيهم علاقه قويه جدا، ويا رب ان شاء الله التوفيق ليهم ولكابتن مصطفى الفتره القادمه. اكتر حاجه زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه هي اللي هختم بيها، ساعات كثيره بتعمل حاجات كتير، ساعات بتعمل خبطات كتيره جدا، ولكن تبقى الحقيقه حلقه كابتن مصطفى عبده هي حلقه خاصه جدا 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 في مشواري. بشكر كل الناس اللي تفاعلوا معانا على تويتر. الحلقه النهارده متصدره تويتر ترند رقم واحد في مصر، وده شيء الحقيقه يعني بيبقى ليه مدلول كبير جدا جدا عندنا، المجري مع سيف. وبشكر كل الناس اللي تفاعلوا معانا. ممكن تسمع الكلام ده من الكابتن مصطفى عبده لو هو نائب للكابتن محمود الخطيب، لو هو شغال في قناه الاهلي، ولكن عشان تسمعه وهو مش موجود في اي حاجه تخص الاهلي، حديثه على الكابتن محمود الخطيب، على حديثه على مجلس اداره نادي الاهلي، حديثه على كيان النادي الاهلي كبير، يدل على طبعا مين هو مصطفى عبده، ويدل على عظمه كيان النادي الاهلي، وان هو فعلا اجيال بتسلم بعض. بشكره ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليه والفتره الجايه لكابتن محمود الخطيب ومجلسه. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم على الف خير.